بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الآلف برنامجكم ملك وكتابة وعندما يعجز المنطق عن التفسير. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، عندما يعجز المنطق عن التفسير، وأيضا عندما تحدث المطبات المفاجأة في مسيرة طويلة، فجأة عربية تسير بمنتهى السرعة، بمنتهى الإيجابية، بمنتهى الانضباط، بمنتهى الإعجاب من قبل كل المحيطين، وفجأة مطب مؤثر جدا يتوقف الكثيرون عنده يا باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتحدث المنطق هنا وليس منطق المباراة فقط. يعني لحد امبارح كنت مختمر في ذهني إيه اللي حصل، مش لاقي تفسير. لكن المنطق أصبح ملوش أي تفسير فيما يحدث في المناخ الرياضي. المناخ الرياضي لا يفرز إلا الغث هذه الأيام. قناعات الناس تحول قادة الرأي إلى مشجعين درجة ثالثة. الكيد والغيظ والشماتة تحكم كثير من الأمور. نسينا جميعا مسؤوليتنا تجاه بلدنا. يقعدوا ينظروا ويتكلموا كاس الأمم ولا شيء يعلو على صوت كاس الأمم، ولا يفعلون إلا استفزاز الجماهير وشحنها الذين يريدون أن يقضوا على التعصب. هم وقود التعصب. أستاذ إبراهيم، أنا مش قادر أصدق، أنا صدمتي كبيرة كبيرة في ناس كتيرة. ماتش مقرف مؤلم، قول الألفاظ اللي أنت عايزها، اللعيبة مسؤولة، الجهاز مسؤول، أيا كان تريد أن تحمل مسؤولية بموضوعية، حلل واتكلم، حلل واتكلم. وهذا ما سأفعله، لن أقول رأي ولكني سأحلل الأمور قبل وأثناء وبعد المباراة حتى لنكرر الأخطاء بنفس طريقتها. النادي الأهلي تم اغتياله معنويا وتشتيته والقضاء على كثير من طاقته قبل مباراة الترجي. هذا ما حدث قبل مباراة صن داونز، مع اختلاف بسيط انك انت فرقتك متوهجة، صفوفك مكتملة، ولكن تم استهلاكها، استنفاذها. احنا يا استاذ ابراهيم لما تيجي تصور المشهد الذي عاشه صن داون قبل المباراة والذي عاشه النادي الأهلي، النادي الأهلي في حيرة أين سيلعب محليا وإفريقيا، هنا في مصر ماتشاتنا الزمالك ثم الاتحاد السكندري، أين سنلعب؟ للحظات الأخيرة أنت تفكر أين ستلعب، وطول النهار اتصالات جمهور ولا من غير جمهور، ده المناخ اللي أنت عايشه. هو بعت ناس تحلل وتقعد تتفرج على الماتشين بتوعك دول، وعرف ان انت قد ايه مستهلك ولعبت في مستنقع. هيقول لك والزمالك، والزمالك كان ضحيه اخرى كاد ان يدفع الثمن، بس هو اكثر توفيقا لانه لعب بعد كارثه او نتيجه الاهلي الكبيره. فهو عاد درس. لا، كان خلاص قرر عايز يعمل المباراه. فارق طبعا المنافس، فارق المسافه، فارق المناخ، لأن طبعا المناخ في جنوب أفريقيا فارق التوقيت والبيولوجيكال كلوك، أنت تعلمه من اليابان بيعمل إيه في جسم اللعيبة. فبالإضافة إلى الإرهاق، بالإضافة إلى التشتيت النفسي، كانت الساعة البيولوجية أيضا ضد الفريق. وكان ينبغي أن يوضع هدف وحيد، أنا ما أخسرش الماتش ده، وإذا خسرت أخسر 1-0، ألعب بدون حياء. أنا ماليش دعوة بالجماهير هتقول إيه ولا الإعلام هيقول إيه، الإعلام بيقول إيه النهارده؟ بيشمت فيك. الزمالك إمبارح جنش بطل المباراة، الشناوي بطل المباراة. إذا الأهلي والزمالك رايحين مستهلكين. في خلاف واختلاف في الظروف، الزمالك وعد درس وقدر يروح وقد يعني حط تركيزه
في فلسفة الأداء. كان ينبغي أن يكون هذا حالنا، لأن إحنا يمكن الفوز الدرامي في اللحظات الأخيرة كان أحد عوامل التخدير، بالإضافة طبعا على الاحترام الذي أظهره مدرب سان داونز للأهلي وكل ده كانت عوامل تخدير لجسم مخدر منهك مخدر. لما يكون كل لعيبتك مش كويسة إلا واحد ولا اتنين بيحاولوا، يبقى ده معناه إيه؟ أن ده حالة عامة، حالة بدنية عامة وذهنية عامة. أنت مرهق ذهنيا ومرهق بدنيا، وضمن الإرهاق الذهني أنك لا تحسن قيادة الأمور فنية. ده تشتيت. طيب أنا بس ليه بقول الكلام ده؟ قبل ما نخش على الوقاحة الإعلامية التي تحدث مع النادي الأهلي، وأنا أصفها بهذا المعنى، وعايزين ناخد حقنا، النادي الأهلي عايز حقه، جماهيره عايزة حقها، من اللي ما قدروش مسؤولية المكان اللي هم عايشين فيه كمسؤولين عن تحرير أحد قلاع المؤسسات الإعلامية في الشرق الأوسط، يتدنى إلى مستوى أنه يكتب بشماتة مقتبسا بوقاحة عنوان والأهلي يغرق، وشعاره تحت المية يغرق، شعار الأهلي. لا يا حبيبي، عايزين حقنا، وإن ما خدناهوش بقى خلاص بقى كل واحد مع التاني بقى، هنعمل إيه طيب؟ هو مرة الحصانة البرلمانية، ومرة الحصانة الإعلامية، ومرة الحصانة اللي مش عارف إيه، أي كيف هيأخذ الحق الأهلي حقه من هؤلاء؟ أنا خسرت، وعارف إن أنا خسرت، وحصلت كتير، مش أنا، البرازيل وبرشلونة وريال مدريد والزمالك والأهلي، ما حصلتش قبل كده، حصلت في لحظة غير متوقعة. يبقى لما يكون ده ظرف استثنائي ما افقدش ثقتي بنفسي يا استاذ ابراهيم. عشان كده انا هقول كل اللي عندي، لن التزم بالفقرات وارجع اكمل تاني لو حبيت. تمام. لكن انا جاي مستاء، جاي مش مصدق ان النادي الاهلي بيعامل هذه المعامله في مصر، العالم يحترمه، الا البهوات اللي عاشوا في دور المشجعين. كيف يحدث هذا؟ عندنا ماتش يا استاذ ابراهيم عايزين نتنبه اليه احنا وجماهيرنا، ماتش في الدوري اهم بكثير من ماتش افريقيا. طيب، الاهلي في الدوري مع مصر المقاصه يوم الاربعاء ان شاء الله 8 مساء في بيتروسبورت، وده قدر الاهلي وقدر الجدول المضغوط. قبل ما يسافر جنوب افريقيا عايز افكركم بس للمواعيد غير الادميه اللي انا متاكد الجدول اللي الاهلي بيلعب بيه من يناير او فبراير اللي فات لو اتبعت لاي مسؤول في الاتحاد الدولي او لاي مؤسسه ادميه هيقول ده كلام غير رياضي. داخله في حقوق الانسان، داخله في حقوق الانسان بجد، لانه انتوا يعني الاهلي والزمالك اللي يلعب يوم كام؟ يوم 30، من 30 ل 7، من 30 مارس ل 7 ابريل لعب في جنوب افريقيا، 6 ابريل كمان 8 ايام، الثمان ايام فيهم 3 ماتشات وسفر، سفر 14 ساعه لاقصى، جاي من اقصى شمال القاره الى ادنى جنوبها، تلعب مع الزمالك مباراه قمه يوم 30، ثم تلعب مع الاتحاد، ثم تسافر عشان تلعب يوم 6 ابريل. بصوا الجدول المضغوط عامل ازاي، وترجع امبارح عشان تريح النهارده وتتمرن بكره وتلعب بعد بكره، وبعدين تروح داخل على يعني تلعب الاربع وتلعب السبت، وبعد كده تدخل في مباراه بيراميدز. هتلاقوا المسافات البينيه كلها يومين ونص، يومين وساعتين. طبعا اللعيب مش آله. وعايز اقول لكم اللي حصل في جنوب افريقيا، الهزيمه القاسيه جدا الخماسيه، تقريبا هي الخماسيه الخامسه للكره المصريه في البطولات الانديه الافريقيه. الاهلي نصيبه منها واحده اللي هي الاخيره ديت، الاسماعيلي نصيبه منها واحده مع اسك، الزمالك نصيبه منها 3،
الزمالك خسر في افريقيا 3 مرات بالخمسه، الاهلي خسر مره، الاسماعيلي خسر مره. دول الخمس خمسات اللي في تاريخ الكره المصريه او تاريخ الانديه المصريه في افريقيا. بتحصل في كل الانديه. الاداء طبعا سيء جدا. الملاحظات السلبيه والتحليل الفني في غايه السوء. والا ما كانش حصلت الهبه اللي هنقول لكم على تفاصيلها النهارده. من واقع انه الاهلي لم يمثل على الاطلاق بالمستوى اللي يليق بيه، في ظروف عامه، في اسباب كتيره، في تداعيات كتيره، ماشي. لكن المشهد وخلاصته لا. بس نشوف لا ليه واه ممكن تيجي ازاي. النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب تواصل مع المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم وعضو اللجنه التنفيذيه في الفيفا، اللي مشكورا يا باشمهندس بذل مجهود جيد جدا لدى الاتحاد الافريقي الى ان تم تثبيت استاد برج العرب كملعب لمباراه الاهلي وصن داونز يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. انتوا عارفين كان حصل خلاف كتير حوالين ان الاتحاد الافريقي رفض استاد برج العرب، وبعد كده اتقال الاهلي هيروح يلعب في السويس، ثم حصلت تحفظات كتيره، الجهاز الفني راى ان هو يتمسك ببرج العرب، الاتحاد الافريقي كان رافض. الكابتن الخطيب تواصل مع المهندس هاني ابو ريده مشكورا بذل مجهود جيد جدا الى ان تم تثبيت برج العرب ملعبا لمباراه الاهلي وصن داونز. كمان الشكر بالتاكيد للجهات المعنيه اللي وافقت على استضافه استاد برج العرب لمباراه الاهلي وصن داونز، لانه انتوا عارفين انه كان فيه رغبه ان الاستاد يتقفل ويتم احداث صيانته بالكامل، لكن تقديرا لهذا الظرف في هذا التوقيت مشكوره كل السلطات المعنيه رحبت في إقامة المباراة في استاد برج العرب الأمانة العامة للقوات المسلحة. هذا ضوء في نفق مظلم. أيوة. المسؤولين دول ضوء في نفق مظلم يأخذوا بيد المناخ الرياضي المصري نحو السلامة. بالظبط. مؤكد مؤكد جماهيرنا هتقدر هذا الموقف، جماهيرنا وإحنا معاها شايفين حسنا فعل اتحاد الكرة، حسنا فعل أصحاب القرار وأصحاب الملعب، حسنا فعل الأمن. نشكرهم جميعا ونعدهم جميعا سنكون عند الموعد وعلى قدر المسؤولية بإذن الله. الأهلي وجماهيره وجماهيره دي مهمة جدا. مفيش خلاف على أنه مثل هذه المناسبات الكبيرة تحتاج للدعم الجماهيري الكامل. استاد برج العرب يسع 60,000 متفرج. النادي الأهلي بعت لوزارة الداخلية بيطلب السماح بامتلاء استاد برج العرب بالساعه الكامله بتاعته. ويقدر الاهلي تماما دور وزاره الداخليه والجهود الكبيره اللي بتبذلها في حمايه المباريات وفي كل المباريات اللي بتقام. وبالتالي لتضافر كل هذه الجهود وتوفير افضل السبل لفريق النادي الاهلي ولجمهوره، بيامل الاهلي ان شاء الله سريعا الحصول على موافقه وزاره الداخليه والقائمين عليها. مشكورين على الساعة الكاملة لاستاد برج العرب بحضور 60,000 متفرج، واعتقد دور الجماهير مهم جدا. هم لسه مسؤولية الجماهير لسه ما توافقش على الطلب ده، هم اتفقوا على الملعب. لكن لم يتم بعد الاتفاق على الساعة المطلوبة. الاهلي طالب 60,000 متفرج، مجلس الادارة كمان تقديرا لهذا الظرف ولدور الجمهور المطلوب في هذه المباراة، قرر مجلس الادارة تخفيض سعر تذكرة المباراة بسعر موحد رمزي قيمته 5 جنيه لكل درجات الاستاد، 10 جنيه بحيث انها تكون رقم او سعر رمزي يسمح بامتلاء استاد برج العرب. وانا متاكد انه ملايين الجماهير نفسها تحضر المباراه. السعر المسموح بها 60,000 متفرج اللي الداخليه نامل ان شاء الله توافق عليه. عندها اعتقد كل واحد هيروح برج العرب عنده مسؤوليه كبيره جدا وعنده دور كبير قوي تجاه الاهلي يا باشمهندس. هو بس عايزين نقول ايه؟ هو الناس كانت خايفه من ايه؟ دايما من الكثافه الجماهيريه. حدوث خروج عن النص لفظيا، سلوكيا، فيزيكالي او بدني. فلازم جمهورنا ما يديش فرصة لحد يتلكك، خلينا بقى نعرف نرجع جمهور الاهلي للناديه. لانه واضح ان النادي الاهلي اذا ما لعبش بجمهوره تتساوى الفرص امام الجميع. يفقد كتير من حقه انه يستمتع يفقد ايه بقى؟
يفقد انه لما يلعب بره قدام جمهور لعيبته مش متعوده يا استاذ ابراهيم. ايوه يفقد المشهد السلاح اللي بدل ما يبقى معاك بيبقى بره ضدك. يعني هو مش بالضروره على فكره، ياما خسرنا قدام جماهير برضو الناس اللي عماله تقول الجمهور عشان نكسب سته ونكسب، ما هوش ضمانه كامله. انما انت بتحطني بناخذ بالاسباب. ايوه بتحطني في المناخ الذي يستنفر الهمم، بهيئ كل الظروف وبتطلق دوافعي. ايوه لكن مش معنى كده انا بالضروره لازم، ده الكلام بقى اللي اتقال للجمهور. يعني مش روحنا بقى ما كسبتوش سته ليه وما كسبتوش خمسه ليه؟ ده كلام مش منطقي. انتوا تروحوا شجعوا لحد فرقتكم ما تؤدي ما عليها وتستعيد الهيبه اللي في الملعب، الناس تشعر ان النادي الاهلي ايوه احسن فريق في افريقيا، هو احسن فريق في افريقيا. هو ايه اللي مزعلنا؟ ان النادي الاهلي يملك افضل فريق في افريقيا. فلازم يعبر عن هذا المعنى. وحتى اعتذارات اللعيبه واعتذارات المسؤولين على عيني وراسي. كفايه بقى خلاص كلام، نقف بقى زي الرجاله نشيل مسؤوليتنا. احنا احسن ناس، احنا احسن فرقه، احنا اقوى لعيبه، احنا احسن جهاز. وروني ده في الملعب. مش برعونه ولا انفعال ولا تحت تاثير توتر من الجمهور اللي هيجي لكم. ما احنا جينا بقى ورونا هتعملوا ايه. الواثق في نفسه يلعب بامكاناته وبهدوء ليصل الى هدفه. يكفي ان احنا نعمل مباراه كبيره نحقق فيها انتصار محترم يعيد الهيبه. لكن قبل الكلام ده ايه بقى؟ ايه الدوري بالظبط؟ المقاصه، عنق الزجاجه. هذه مباراه عنق الزجاجه، على الاهلي ان يلعبها وان يعبر عن نفسه وينسى خالص النتيجه اللي فاتت دي عشان يعرف ينزل ويلعب ويؤدي ويتفوق. ده كلام مش عاجبني. مفيش حاجه اسمها لازم اكسب 6-0. لازم مباراه الطايره النهارده، جمهور الاهلي من خلال مباراه الطايره بيبعت رساله لفريق الكوره، واثقين فيكم. آه. لكن انك انت تحدد لي يكسب 6-0 وكانها هو نتيجة، هو الشق الايجابي هنا الثقه، واثقين فيكم بس كده لحد كده فول الصبح. يعني وسهل عليكم برضو. ستة بقى ما تحددليش النتيجه، ربنا يجيبها باذن الله عشان يرضيكوا، عشان تسعدوا، عشان تهنأوا. لكن اذا ما جاتش يكفي ان احنا نثبت ان احنا افضل فريق في افريقيا من خلال الأداء، من خلال نتيجة محترمة، من خلال السعي الجاد، من خلال إن احنا فريق لا ينكسر، يفوز بشرف وبقوة وينهزم أيضا بصلابة ويعود بأقوى. الرد في الملعب، الرد في الملعب ده كان الهاشتاج اللي أطلقه جمهور الأهلي على تويتر، و حلو ده، بيثبت من خلاله إنه لا، الإيجابية هنا، الإيجابية هنا، الرد يكون في الملعب، الرد في الملعب. والجملة اللي قالها المهندس عدلي هي يعني مسألة مهمة جدا لليومين الجايين، لأن كل واحد يناقشك يقول لك هنقدر ولا لا. هي الفكرة مش كده، الفكرة إن احنا لو أنت بصيت لفريق خسران مباراة الذهاب 5-0، المسألة تبدو في منطق الكرة صعبة جدا، في منطق الكرة صعبة جدا جدا، لكن عمليا مفيش في الكرة مستحيل. اللي مطلوب من الاهلي ايه؟ ان يسعى، يسعى بقوه، كل طرف يؤدي ما عليه تجاه النادي الاهلي، كل الاطراف المعنيه، كل واحد يبذل اقصى ما في جهده بامانه وباخلاص وبتركيز. اذا ادركت النجاح والتاهل هتبقى عملت معجزه العالم كلها هيتكلم عنها. اذا بذلت كل اللي عليك ومش مكتوب لك ان انت تتاهل، كل المحترمين هيقولوا لك هارد لك، برافو. واولها جمهورك، واولها جمهورك، جمهورك هيحييك وهيحييك، لكن ما حدش ياثر في حق الاهلي. بس هو ده اللعيبه، الجمهور وهو بيقول ثقتنا فيكم كبيره، دي مساله مهمه جدا، لانه المتربصين وده هيجي دورهم حاولوا هدم المعبد على من فيه. وبعد ما الجمهور ده كله كان سعيد بالصفقات اللي حصلت والتدعيمات القويه جدا، وقد ايه كنتوا فخورين وقد ايه كنا سعداء بهذا العدد المتميز جدا من اللعيبه المتميزه قوي،
اصبح التشكيك دلوقتي فيهم والضرب في مقتل، كلهم في مقتل، استغلالا للظرف. الظرف سيء، الظرف قاسي، اللي حصل شيء لا يقبله اي اهلاوي. لكن تعال نقول، هو من امتى اي كبوه بتوقع على الاهلي؟ ده قوته وعظمته انه من رحم المعاناه بينطلق اقوى، بس لما يكون كل الظروف المحيطه بيه ايجابيه. عشان كده عايز اقول لكم على التفاصيل اللي حصل من امبارح. كابتن محمود الخطيب من امبارح الصبح مع عوده البعثه، البعثه رجعت تقريبا حوالي الساعه 10 الصبح، بدا سلسله اجتماعات مهمه جدا للوقوف على ايه اللي حصل بالظبط، عشان ما حدش يتظلم وما حدش يكون قصر في حق الاهلي ويسلم من عقاب. فبمنتهى الحرص وبمنتهى الحسم كان في اجتماعات 3-4 مهمين. اجتمع مع مارتن لاسارت المدير الفني لوحده، اجتمع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره لوحده، ثم اجتمع بالاثنين مع بعض، ثم اجتمع في الاول خالص مع الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق ورئيس البعثه، علشان يحط الكابتن خطيب كرئيس للنادي ومفوض من قبل مجلس الاداره بالاشراف على الكوره، يحط قدامه الصوره الكامله ايه اللي حصل، مع وضع في الاعتبار كل الظروف الرياضيه كلاعب كوره كبير وعارف الأبدية ايه اللي ممكن يكون حصل في الملعب، لكن ايه الاسباب اللي ادت لهذه الحاله الجماعيه، فبالتالي حتى نتجاوزها. بالظبط. بدا النهارده بعد توضيح الصوره بكل ابعادها، طلع قرار بفرض عقوبات غير مسبوقه على اللاعبين والجهاز الفني والاداري، وهنا المسؤوليه الجماعيه. زي ما الفوز بيكافئ الجميع، الخساره بهذا الشكل اللي فيه تقصير في حق الاهلي وتمثيل الاهلي بشكل لا يليق بيه، حصل عقوبات غير مسبوقة. واكد لهم الكابتن الخطيب النهارده، لانه في اجتماعه مع اللعيبه، في لعيبه قالوا احنا لاول مره نعرف ان الكابتن الخطيب عنده هذا القدر من الغضب والشخصيه اللي ممكن تثور بانفعالات عنيفه. فوصلت لهم المساله انه لا، انتوا ارتكبتوا حاجه غير طبيعيه في حق النادي الاهلي، وكان الكلام معاهم في قدر عالي جدا من الغضب والحسم، لكن في تاكيد على ثقه الاهلي فيهم. ولما قال لهم احنا لو مش واثقين فيكم ما كناش تعاقدنا معاكم، ولو مش واثقين فيكم ما كناش حملناكم مسؤوليه ان انتوا تمثلوا النادي الاهلي بما وراه من جماهير مشاعرها واحوالها مرتبطه بيكم. قال لهم انتوا لازم تعرفوا ان انتوا زعلتوا الناس بجد، لازم تعرفوا انه الناس بكت بجد بسببكم، لازم تعرفوا انه المستوى اللي لعبتوا بيه خلى ناس كتيره جدا في منتهى الحزن. الاهلي ما يتعملش الكوره فايز ومهزوم، بس احاول اجتهد اكون عند مستوى الحدث، لكن يكون ادائي بهذا الشكل واشيل هزيمه بهذا المستوى، ده مش الاهلي. المطمئن جدا اللعيبه استقبلت رساله الغضب العنيفه من الكابتن الخطيب بمنتهى الاصغاء والتركيز. بعد ما خلص الاجتماع معاهم اكد على ثقته في الجهاز الفني، اكد على ثقته في كل اللعيبه، لكن قال لهم الرد قدامكم، اذا كان في عقوبه كبيره فرضتها هذه الحاله فهي عقوبه قابله لاعاده النظر فيها اذا ما رجعتوا الامور لوضعها الطبيعي. وقال لهم عندنا بطوله ثانيه في الدوري وعندنا مباراه بعد بكره، مسؤوليتكم فيها الجمهور اللي انتوا بكتوه واللي انتوا حزنتوه واللي انتوا نيمتوه بكام، ده كبيره جدا، انتوا مسؤولين عن حالته. انتوا لازم تعرفوا بتلعبوا باسم مين، الجمهور ده بيثق فيكم جدا وبيحبكم، لازم تستعيدوا علاقتكم وحبكم وثقه الجمهور فيكم. كان عندهم تاكيد جديد جدا وتركيز. ثم بدا اجتماع اللعيبه مع بعضها يا باشمهندس. انا بقى عايز اقف هنا. الان كل الناس عملت اللي عليها، الجمهور غضب وهدي وبدا يدعم وبيعملوا فيديوهات كلها دعم، لكن مش عايز اخد الليله في شكل جماهيري فقط. الاداره شفنا
ردود الافعال وشفنا المعالجات. عايز اقول لك بمناسبه الاداره والجمهور، الاداره بدات النهارده فتح السيستم لحجز تذاكر المباراه، يقدر الجمهور يتعامل بحجز التذاكر من خلال السيستم اللي بدا النهارده، وامل ان شاء الله انه تسير الامور في منتهى الانضباط باذن الله. اتفضل. ولكن عند كلمه بدا اللعيبه تقعد مع بعضها، ايوه اهم ما في الموضوع، لان على اللعيبه اولا مسؤوليه تجاه نفسه. ايوه انا هقول لك بقى عشان الجمهور ماشي كل ده، وهم مؤكد حاسين بغضب، مؤكد حاسين بمسؤوليتهم تجاه الجماهير، لكن كل واحد يبقى له مسؤوليه تجاه نفسه وتجاه فريقه. انا ما يتعملش فيا كده. ايوه ده اللي كل لاعب لازم يقولها لنفسه. وبعد ما تتقال دي، ما دي مرحله، دي مش ده مش هدف. يعني مش الهدف ان احنا نقولها لبعض وبعدين. ايوه ارسم مع زمايلي السيناريوهات التي تؤدي الى التعبير عن كده. هعالج الليله دي ازاي؟ ما جميع الهجوم هتتكلم مع بعضها، ما جميع الدفاع مع بعضها، بعدين يقعدوا يتكلموا مع بعض، بعدين يقولوا هنعمل فيلم، وتتحط سيناريوهات. ماذا لو؟ ما انت ممكن تستقبل جول. انا هنا لا اتحدث عن مباراة سان داونز، انا اتحدث عن مسؤوليات مهمة لا تقل. انا عندي مباراة المقاصة، يجب مصالحة النفس والجماهير واسترداد جزء من اللعيبة في هذه المباراة. يجب النهاردة تخلص من دي. انا نفسي مثلا اسمع كده اللعيبة اجتمعوا وقالوا هنسلم موبايلاتنا اخر 48 ساعة، مش عايزينها معانا، محدش كلمنا، مش عايزينها. يا سلام لو حصلت كده، ده معناه ايه؟ عايزين نركز. انا بديك امثله. ايوه عايزين اللعيبه تطلع تقول زي ما عقدناها هنفكها وهنبدا بالمقاصه. لابد من ان احنا نعيش ماتش المقاصه يا استاذ ابراهيم. طبعا لابد ان احنا نعيشه النهارده، جهاز فني وتتحط كل السيناريوهات المحتمله. وعالجها ازاي؟ وجمهوري ده مطلوب منه ايه كل دقيقه في المباراه؟ وانا متاكد الجمهور اخر واحد توصيه، هيعمل اللي عليه، هيعمل اللي عليه. بس كمان مش عايزين نعلي الامال قوي. هو النتيجه دي ممكنه؟ ممكنه. حصلت؟ حصلت. بس محتمه؟ لا يمكن تكون محتمه، ملهاش ضمان. وهي لا محتمه، انا اقدر انزل قبل اي ماتش اقول لك هكسبه 5، هكسبه 4. ما كانش حد غالب. ايوه لان في منافس، زي ما انا بشتغل هو بيشتغل، وفي توفيق وفي حكم وفي، لكن اعمل اللي عليا، اوصل الناس كلها الله 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 الله، ده مش ده الاهلي، يا نهار ابيض، ده مش ده الاهلي اللي لعبناه الاسبوع اللي فات. الكلمه دي في حد ذاتها لازم تتقال. وايوه هو ده الاهلي الكبير، لازم الاهلي كبير القاره، احنا كبار القاره وعندنا احسن فريق، لازم نقول لنفسنا كده، ولازم لعبتنا تتعامل على هذا الاساس. لا في سربعه ولا في دربكه ولا في عدم ثقه ولا في غرور ولا في استهتار. في ناس محترفه. يعني كيف نتعامل في الازمات؟ هو ده قمه الاحتراف. ايوه الذي اللي يعرف يتعامل في الازمه ازاي. لذلك خلاص، اللي اعتذر اعتذر، واللي قال قال، وفهمنا ان الكل متالم، لكن عايزين نفهم كيف نعالج الامور. ورونا يا لعيبه الاهلي، ورونا يا اجهزه الاهلي، كيف ستتعاملون مع المباراتين القادمتين، قبل ما نتكلم بقى على بيراميد وعلى مش عارف ايه وعلى الكلام ده. لان اللي حصل فيه تقصير في حق الاهلي وتمثيله، فكانت الرسائل الصريحه الواضحه النهارده من كابتن سيد عبد الحفيظ بوصف مدير جهاز الكوره في النادي، من مستر مارتن لاسارتي بوصف مدير فني، من الكابتن حسام عاشور ككابتن للفريق، والكابتن شريف اكرامي ايضا من كباتن الفريق. نشوف الكابتن سيد عبد الحفيظ مع الزميل كريم احمد محدثا جمهور الاهلي.
عقب انتهاء جلسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بنضمنا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. كابتن سيد، طبعا جمهور النادي الأهلي في البداية حابب يسمع طبعا الجلسة وأبرز الكواليس اللي دارت في جلسة الكابتن محمود الخطيب من خلالك كمدير كرة للنادي الأهلي. يعني هو طبعا قبل ما تتكلم في تفاصيل قعدة أو لقاء ما بين الكرة وبعضها، سواء كان كابتن محمود الخطيب أو الجهاز الفني واللعيبة، أنت يعني بتقول للكيان قبل ما بتقول لأي حد تاني. طبعا يعني ده حدث صعب جدا، يمكن بتعتذر ليه بشكل كبير جدا كمسؤول فيه وواحد متواجد في المنظومة في الوقت الحالي، بتعتذر كمان للجماهير، بتعتذر كمان لكل من له صلة بالنادي الأهلي. يمكن الحرقة مش جاية ان انت بتخسر مباراة، وارد جدا في الكرة ان انت تخسر مباراة، لكن أنا بتكلم على مكانة وقيمة النادي الأهلي. عشان الحدث مش سهل ومش عادي، يعني يمكن كابتن محمود الخطيب كان قاعد مع الأستاذ خالد الدرندلي امبارح كرئيس للبعثة، وقعد معايا وقعد مع مستر مارتن. بنقدر كمان يعني جماهير النادي الأهلي وكل منظومة النادي الأهلي. حتى اللقاء النهاردة كان لقاء، يعني مش عايز اقول لقاء ما بين كابتن محمود الخطيب او احنا كجهاز فني واللعيبه، كان لقاء وضع طبيعي جدا انه يكون بالشكل ده ويكون بكميه الغضب اللي موجوده ديت، لان انت في الاول والاخر ما بتمثلش نفسك، انت بتمثل تاريخ كبير جدا جدا جدا، فالموضوع ما بيبقاش تفكير شخصي، ما بيبقاش حسابات شخصيه قد ما هي حسابات تاريخيه مرتبطه بمكانه وقيمه النادي الأهلي. كان الكلام ممكن يبقى صعب جدا، لكن في النهاية كان لازم يتقال، لأن هو كان مهم جدا أنه هو يوصل للعيبة وللجهاز. يعني ما بنقفش نفسنا خالص من المسؤولية اطلاقا، يعني لا احنا كجهاز ولا كلعيبة. عشان كده حتى لما جينا نتكلم على أي حاجة خاصة في الأمور، يعني نتيجة المباراة، دخلنا نفسنا فيها كجهاز فني وكجهاز إداري، زي ما بيبقى فيه يعني مليار في المية في خطأ حصل. الخطأ ده مش في اللعيبة بس، مليار في المية ممكن يكون مني أنا شخصيا، من حد في الجهاز عشان يوصل للشكل ده. عشان كده ما تعفيش نفسك من المسؤولية، بتغرم نفسك، تمام؟ وده حصل النهاردة. يعني الواحد خد قرار، كل من له صلة بالموضوع لازم هيبقى فيه يعني غرامة، وغرامة كبيرة جدا، زي ما بيبقى أو زي ما كان الحدث غير مسبوق وصعب جدا، كمان العقوبات هي غير مسبوقة. يعني كمان نقطة مهمة وجزء اللعيبة كابتن سيد بعد المباراة دي، يعني حابين برضو الجمهور يطمن، أنا عارف إن الفترة اللي جاية هتبقى فيها شغل كبير جدا، لكن الجهاز قال إيه اللعيبة بعد المباراة؟ على كل اللي حصل ده، يعني إحنا قادرين إن شاء الله الرحمن على العودة، ما بتكلمش على مباراة صن داونز بس، بتكلم حتى على الدوري وعلى الكاس. المباراة صعبة والحدث صعب، لكن في نفس الوقت ما عندكش حل غير ان انت تشتغل، لازم نشتغل، لازم يبقى عندنا يعني فهم وعقل واصرار على اللي جاي، لازم هنشتغل. يعني عندك حاجة ألماك وحرقاك ووجعاك بشكل كبير جدا اللي هي مباراة صن داونز، لكن في نفس الوقت لازم تشتغل. يعني مباراة المقصة، كيف سيعد الجهاز الفني مع الكابتن سيد اعداد نفسي قبل الاعداد الفني لهذه المباراة؟ خلاص انت عندك مباراة بعد بكرة مع فريق مصر المقصة، وهتخش المعسكر بكرة، السكات او الحزن في القلب، لكن انا عايز اصرار وعايز عزيمة تترجمها الملعب او يترجمها في الملعب. يعني اللي جواك خلاص خليه جواك، لكن ده يديك عزيمة واصرار اكتر، يديك مردود اكتر في الملعب. يعني ممكن نكون امبارح ما تقدرش تعوضه، ممكن يكون اللي فات ما تقدرش تعوضه، لكن اللي جاي في ايديك لسه. الجمهور وان شاء الله يبقى متواجد بشكل كبير في مباراه صن داونز، دور الجمهور والمسانده المطلوبه من جمهور النادي الاهلي يا كابتن سيد؟ زي ما يعني اعتذرت للجمهور كجمهور النادي الاهلي والكيان النادي الاهلي، لكن كمان انا متاكد من مساندتهم لينا، متاكد من مساندتهم للفرقه. عارف كويس قوي ان دور الجمهور اهم دور في الادوار اللي جايه كلها، تواجده واصراره وعزيمته ومساندته، متاكد ان هو هيكون موجود معانا، وعارف كويس قوي ان هو
ما بيبخلش بده، بل بالعكس كمان مع كل اللي انت شايفه ده يعني الناس عندها ثقه كبيره جدا، ومع كل اللي انت شايفه ده يعني الناس مسانده ومؤازره بشكل كبير جدا ومتاكده من فرقتها ومتاكده ان هي ان شاء الله الرحمن هتوصل للي هي عايزاه باذن الله. لكن انا مستنيهم سواء كان في مباراه مصر المقاصه ان شاء الله الرحمن في العدد المسموح للتواجد، ومستنيهم في مباراه صن داونز باذن الله. اخيرا المسانده الدائمه والداعمه والمستمره من كابتن محمود الخطيب كواحد من ابناء نادي الاهلي، كابتن سيد بتشوف هذه المسانده ازاي؟ الحقيقه عايز اقول يعني يمكن يعني تدعيمات حتى في شهر يناير، توفير مناخ طيب جدا للجهاز الفني واللعيبه، احنا كنا ماشيين بمنحنى حلو جدا 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 يعني، لكن جت في مباراه صن داونز الوضع كان مش طبيعي خالص، مش طبيعي، يوم مش طبيعي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. لكن كابتن محمود الخطيب بغضبه اللي كان ساير عليه النهارده او امبارح، لكن في نفس الوقت كان في يعني توفير مناخ وتوفير عوامل تسند الفرده من كل الاتجاهات، سواء كانت تدعيمات او توفير حتى في سبل الراحه، سواء كانت طياره خاصه او اقامه او اي تسهيلات يعني. فالامر بالنسبه للاداره اعتقد انه كان ماشي بشكل رائع جدا جدا يعني. الاجتماع اللي دار بين الجهاز الفني ومع كابتن محمود خطيب برضه حابين نسمع كواليسه، انا عارف اجتمع مع اللعيبه والجهاز لكن مع الجهاز بشكل خاص يا كابتن. انا قلت لك في البدايه ان احنا مقدرين غضب كابتن محمود الخطيب او يعني كلامه سواء كان مع الجهاز او مع اللعيبه، لان في النهايه انت بتحمل اسم نادي كبير جدا، يعني انت بتتكلم على لعيب بتكلمه ان انت ما بتشتغلش لوحدك، انت ما بتشتغلش فردي، انت بتشتغل في نجاحات فرديه لكن وراك ملايين الملايين داخل مصر وخارج مصر مؤازراك ومسنداك، معاك ناس كتير جدا بتبقى بتستنى ال 90 دقيقه اللي انت بتلعبها يعني، فانت ما بالك بواحد بيمثل المنظومه او رئيس المنظومه يعني. سيبك التمرين، لكن ملعب المباراه برج العرب ولا استاد السويس؟ والله بقى انا يعني مش عايز اقول ما بقتش فرقه بالنسبه لي، انا اي حاجه هلعب ان شاء الله تكون حتى في قدام البيت هلعب، يعني الدوافع تكون موجوده والاصرار يكون موجوده، في عوامل بتساعدك على النجاح صحيح، لكن في النهايه في يعني واقع هتتعامل معاه بقى بارادتك وقلبك يعني. كل الكلام كلام شخصيه مسؤوله، موجوع زيه زي اي واحد او اكتر طبعا. اقول لك انا هعاقب نفسي اولا ولاعب في نفسي المسؤوليه، واحسن جمله اللي قالها بيسال على الملعب زي قلت ايه بقى، كفايه نعيش المشاكل دي والازمات دي، ان شاء الله يقولوا لنا العبوا قدام البيت. ده اللي انا عايز اسمعه، انك انت عايز تساعدني اهلا وسهلا، مش عايز تساعدني هقابل ومش عايش في المشاكل بقى، هواجهها واتغلب عليها. اتمنى. وبعدين عاجبني انه بيتكلم على طول رابط الماتشين طبعا، خاصه لان انا خشيتي ان حاجه تاكل حاجه. لا طبعا. طيب نشوف مارتن لاسارت المدير الفني الاوروجواياني ايضا في رساله مهمه قالها النهارده. هام ومرتقب لكل جماهير النادي الاهلي عقب انتهاء جلسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره مع الجهاز الفني واللاعبين مستر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق للنادي الاهلي. في البدايه مستر مارتن طبعا حابين ان احنا نوجه رساله من خلاله لجمهور النادي الاهلي، انا عارف ان هو وجه رساله اعتذار للجمهور في المؤتمر، يحب يقول للجمهور قبل هذه المباراه. Queremos mandar un mensaje al público y los aficionados del Ali. ¿Qué quieres decir al público del Ali? Bueno, antes que nada, lo mismo que dije en la conferencia de prensa. Fue un golpe muy duro. Imagino que la afición se siente igual o peor. Somos todos responsables. El primero soy yo. Y vamos a hacer todo lo posible, vamos a trabajar todo lo posible. Por lo menos para intentar dar vuelta a esta situación. No puedo prometer que sea real. Pero sí puedo prometer que vamos a hacer el esfuerzo para conseguirlo. Y espero que la gente nos perdone. Y nos acompañe. كواليس مهمة في جلسة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، جلسة الدعم إزاي وإيه اللي تم في الكواليس في هذه اللحظة؟ algunas cosas que han pasado y el apoyo de el presidente del club. ¿Qué opinas lo que ha pasado con los jugadores y el apoyo moral? Bueno, del partido. No, bien. Después, la verdad que bueno, el presidente una vez más se ha comportado como un caballero. كدائما التعامل كفارس في هذا الموقف. Y como un verdadero líder. وكقائد للنادي. Nos vino a dar el apoyo aquí a todos. قدم لنا الدعم اللازم
también a comentarnos su dolor, su tristeza. وطبعا عبر لنا عن حزنه وزعله للي حصل. Pero su confianza. ولكن ثقته طبعا في الفريق وفي الفريق الفني. Y quiero destacar algo. وعايز أبرز شيء مهم. Yo soy nuevo, no llevo mucho tiempo aquí. أنا بقالي فترة قليلة هنا. Y hoy salir a entrenar. والنهارده خرجنا نضرب النهارده في الملعب. Allí había 10 o 15 muchachos. وكان في حوالي 10 اشخاص من المشجعين. كانوا بيغنوا اغاني الاهلي وتشجيعا للفريق. Me parece que no hay mejor inyección que esa, mejor vitamina que esa. يتهيألي ده احسن حل واحسن دواء للفريق دلوقتي. Ustedes que estaban hoy aquí pudieron ver fue un entrenamiento buenísimo. انتوا النهارده كنتوا شاهدين ان التدريب كان رائع. Toda la gente está ilusionada, toda la gente está con confianza. النهارده الفريق كله في ثقه. Pero primero es lo primero. لكن الأولى بالأولى. Primero es el Macas. أول حاجة هو ماتش المقاصة. Después el otro partido. وبعد كده الماتش الثاني مع سان داونز. سؤال كمان للكابتن محمود الخطيب بتكلم على الدعم بالتحديد يا كابتن وائل. دعم الكابتن محمود الخطيب لمس مارتن من أول تواجده والأول يوم هنا في النادي. Desde el primer día de que ha llegado al club. No tengo ningún reparo. Nunca tuve nada que decir. ما كانش عندي حاجة أعلق عليها بالنسبة للموضوع ده. Todo lo que se le hemos pedido nos lo ha dado. كل اللي طلبناه هو قدمه. Estamos hablando incluso de cosas muy grandes incluso. احنا بنتكلم على حاجات كبيرة كمان. Por ejemplo, la reforma de todo un vestuario, un gimnasio nuevo. حتى التطويرات والمباني الجديدة للاعيبة. Eso va a venir, eso es un beneficio para el club, para los jugadores. وده فايدة كبيرة للاعيبة والفريق. Una concentración. أي معسكر. Dos días de concentración. يومين للمعسكر أو ثلاثة. Llevar 22 jugadores a un viaje. خدنا 22 لاعب في الرحلة. O incluso معنا. Un avión privado. وحتى رحلة خاصة. O sea, no podemos, no hay, al contrario. لا بالعكس. Uno siente que está en deuda con él, ¿no? يعني بنعتقد إن إحنا مديونين ليه. مرتين نتكلم على الجمهور لكن عايز اكلمه ازاي هينقل حماس الجمهور الكبير لكل لعيبه النادي الاهلي قبل الفتره اللي جايه وتحديدا المباراه القادمه بوبليكوس ا تودوس لوس جوغادوريس كومو بودراس ترانسميتير ايسو ال aliento del público es único دعم الجماهير ده حاجه فريده حاجه وحيده no lo puedo transmitir yo ما اقدرش انقله انا بنفسي por eso destaco esos 10 chicos o 15 chicos لكن انا عبرت عن وجود 10 من الجماهير فقط هنا uno tiene experiencia tiene muchos años ya كان دعم وهو عنده خبرة في ده. Y yo miraba a los jugadores darse vuelta. وشاف اللاعبين بيبصوا لهم. Y esbozar una pequeña sonrisa. وبدأوا يبتسموا لجماهيرهم. Es muy importante. مهم جدا الدعم. Yo sé que la gente está dolida. هو عارف ان الناس زعلانة. Muy dolida. وده طبيعي. Muy dolida. وعارف ان هم زعلانين جدا. Pero por eso también porque sé que aman este club. لكن هو عارف ان هم بيحبوا النادي ده. Les pido que nos acompañen. وبيطلب دعمهم. Sobre todo por los jugadores. خاصة للاعبين. Ojalá nos espere una alegría al final de este camino. إن شاء الله يبقى في فرح قادم إن شاء الله أكيد. أخيرا الرسالة اللي حابب تقولها مستر مارتن لكل الجمهور، الرسالة اللي أنت حابب توجهها من خلال النادي الأهلي وإدارة الإعلام أو مركز الإعلام للنادي الأهلي وقناة الأهلي. Los medios de comunicación y también el canal del Ahli. Me voy a cometer un atrevimiento quizás. هقول حاجة ممكن تكون يعني شجاعة شوية. Yo confío. أنا بثق. Yo confío. أنا بثق. Le pido a la gente que confíe también. أنا أثق وأتمنى إن هم يثقوا فينا. Vamos a dar todo. هنعمل كل اللي نقدر عليه. No puedo prometer ganar, repito. ما أقدرش أوعد بحاجة إلا إن أنا أفوز. Pero hasta la última gota que nos quede la vamos a dar. لكن آخر قطرة من العرق هنديها. Eso seguro. وده أكيد. شكرا. كل الشكر والدعم والتحية لمستر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي زي ما أكدنا وقلنا الدعم مطلوب من كل الجماهير المساندة لكل متكاتف مجلس الإدارة بيساند بكل قوة الكابتن محمود الخطيب متواجد كان ليه رسائل هادفة كثيرة جدا للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني مرحلة مهمة مرحلة فيها تحديات كثيرة محتاجة التكاتف والسند والمساندة والدعم الكبير لكل جمهور النادي الأهلي منتظرين جمهورنا في مباراة سان داونز مباراة العودة ومن قبلها كمان مباراة مصر المقصة جمهور النادي الأهلي محتاج لفريق النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي في أشد الاحتياج لجمهور النادي الأهلي كلام المسؤول المحترف كلنا هنبذل غاية الجهد هناخد بالأسباب وحتى لما اتكلم على الدعم بتاع كابتن خطيب مجلس الإدارة قال كل طلباتنا استجابوا ليها كل طلباتنا كل اللي طلبناه حتى أوض اللبس حتى المباني حتى كل حاجة وهو ده اللي أنا عايز أقوله أن تأخذ بالأسباب وتبذل غاية الجهد والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله هو ده شغل المحترفين وكانت
احترافية عالية من مارتن لاسارتي وأمانة، وهي دي الحقيقة، إنه قال لك كلنا مسؤولين وأنا المسؤول الأول عن اللي حصل. وهنا الجدية بتاعت مدرب محترف بجد لا يعفي نفسه من المسؤولية، وأنا تقديري عليه جزء كبير جدا من المسؤولية وهو ما بيغفلش ده. طب في جملة جديدة كمان حلوة قوي، أنا بثق فيكم حيثكم تثقوا فينا. بالظبط، فخلينا عند الشعار كلنا ثقة فيكم، ما تأثروش في حق الأهلي. ده كان رأي كابتن سيد عبد الحفيظ، واللي يحصل يحصل بعد كده. رأي مارتن لاسارتي، الدور على اللعيبة. اتكلم الكابتن حسام عاشور كقائد للفريق، نسمعه. حسام عاشور، طبعا في البدايه احنا عارفين طبعا كان في جلسه، اكيد جلسه مثمره وفيها تحفيز كبير للمرحله الجايه مع كابتن محمود الخطيب، لكن في البدايه حابب تقول لكل جمهور النادي الاهلي من وجهه نظرك كابتن حسام. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اولا انا بقدم اعتذار للناس كلها، الناس كلها زعلانه، الناس كلها متضايقه، الناس كلها مش مبسوطه من اللي حصل. انا بعتذر للجماهير، احنا زعلانين اكتر من الناس كلها. انا عارف الناس كلها متقطعه، من جمهور النادي الاهلي زعلان متضايق مخنوق زي ما بيقولوا قرفان من اللعيبه. احنا والله اكتر منكم، بس احنا ما عندناش حاجه نعملها الا ان شاء الله نشتغل الفتره اللي جايه ونعمل اللي علينا، والناس كلها تقف ورا الفرقه، والناس كلها تبقى معانا وتساندنا. اكيد احنا متضايقين والله ومخنوقين من اللي حصل. طبعا اللي حصل ده ما كانش ينفع يحصل النادي الاهلي او تاريخ النادي الاهلي او قيمه النادي الاهلي، ما ينفعش يحصل اللي حصل ده. بس احنا ما عندناش الا الشغل الفتره اللي جايه ان شاء الله، وربنا يكرمنا نرجع نفرح الناس تاني زي ما فرحناهم قبل كده. جلسه اكيد كانت مع كابتن محمود الخطيب، عايز اخد كواليسها معاك كابتن بيبو، اتكلم معاكوا ايه كلاعيبه النادي الاهلي كابتن حسام؟ لا كابتن محمود الخطيب طبعا كلام غير، يعني كلام المره دي بلهجه غير اللي متعودين على كابتن الخطيب. طبعا كان فيها شده شويه وكلام صعب علينا كلاعيبه، بس ده الطبيعي، يعني احنا متقبلين اي حاجه ومتقبلين اي حد ينتقدنا اذا كان من جوه النادي او من بره النادي. وزي ما قلت لك في اول الكلام، احنا لازم نشتغل، ما عندناش الا ان احنا نشتغل الفتره اللي جايه، وعايزين نفرح الناس زي ما فرحناهم ان شاء الله الفتره اللي فاتت. واضح الحزن، واضح الاسف، واضح الاحساس بالمسؤوليه. اخرجوا من حاله الانكسار، انتوا احسن لعيبه في افريقيا، اتصرفوا على اساس ما كانش يوم طبيعي، وان انتوا ما كنتوش، مش انتوا اللي كنتوا، يعني اعتبروها كده. ابتدوا استردوا ثقتكم في نفسكم، وابتدوا خدوا جرعه تحدي للقادم. مفيش وقت للكلام، ومحدش هيقبل اعتذار. الاعتذار تصرفات بقى، رد في الملعب تصرفات. والراي الحقيقه اللي كان فعلا شامل وجامع ومانع كلام الكابتن شريف إكرامي، كلام فيه رسائل في العب، نسمعه. في البداية يعني احنا مقدرين جدا جدا حزن الجمهور، وبنعتذر جدا عن كل واحد من جمهور الأهلي حس بمرارة الخسارة. انما الاعتذار بالنسبة لنا ده جزء بسيط جدا جدا من مجهود كبير قوي المفروض هنقوم بيه الفترة الجاية. الموضوع مش موضوع بطولة هنكمل فيها او نخسرها، الموضوع اكبر من كده بكتير. احنا خسرنا بطولات وكسبنا بطولات كتير، انما عمرنا ما تنازلنا عن كبريائنا وكرامتنا وكرامة جمهورنا. الموضوع بالنسبة لنا مش بس مباراة احنا عايزين نعدي فيها، قد ما هو مباراة رد اعتبار وكرامة لينا وللجمهور. الموضوع باختصار، ما فيش رد اعتبار بيجي بالاعتذار، وما فيش رد اعتبار بيجي باي اجراء اداري، رد الاعتبار بيجي في الملعب. واحنا دايما اتعودنا وعقيدتنا دايما ان احنا ما بنردش غير في الملعب. جايز حصلت بعد المتغيرات الفترة اللي فاتت ممكن تكون أثرت شوية على رد فعلنا، إنما في النهاية النادي الأهلي لا يصح فيه إلا الصحيح. فإحنا بغض النظر عن أي كلام هيتقال وعن أي تصريحات هتسمعوها سواء مننا أو سواء من أي حد منتمي لينا، إنما في الآخر إحنا عندنا الملعب، والجمهور ما بيرضوش غير الملعب، سواء مباراة دوري، مباراة أفريقيا، مباراة كاس. إحنا بالنسبة لنا ما عندناش رد في ما تبقى من الموسم غير في الملعب.
فأي حاجة هتتسمع أنا متأكد أنها مش هتشفي صدور الجمهور ولا صدورنا احنا كمان. بالمناسبة احنا طالعين من مصر هنا، الناس كلها بتشيد بروح النادي الأهلي اللي كسبت في الدقيقة 90. اللي حصل ده مش عايز اقول وارد انه يحصل في الكوره، هو وارد انه يحصل في الكوره بس مش وارد ابدا انه يحصل في النادي الاهلي، انما قدر الله ما شاء فعل. ما حدش عارف يعني حكمه ربنا فين في الاختبار ده، انما دايما الفرق بين نوعيه لعيبه النادي الاهلي واي نوعيه لعيبه تانية هو ازاي رد فعلك تجاه اي ازمه بتقابلها، وازاي رد فعلك بيبقى قوي عشان مش بس تتدارك الازمه لا انك ترجع يعني كبريائك وهيبتك تاني. وهو ده يعني هيبقى محور هدفنا الفتره اللي جايه بغض النظر عن اي حاجه ممكن تحصل في يوم السبت. احنا متاكدين ان الجمهور هيبقى ورانا هيملى الاستاد، متاكدين ان المباراه مش هتبقى سهله، انما الموضوع بالنسبه لنا مش مباراه، احنا عايزين نتاهل قد ما هي كرامه احنا وكبرياء. مهمنا جدا ان هو يرجع في وضعه لان كبرياء النادي الاهلي ده هو اساس كل حاجه قبل البطولات وقبل كل حاجه. اخيرا كواليس مهمه اكيد مع كابتن محمود الخطيب ورسائل وتحفيزه كابتن شريف حابين نسمعها من خلاله. اكيد طبعا هتكلم كله في نفس المضمون، وان كبرياء النادي الاهلي كرامته ده خط احمر قبل بطولاته وقبل فوزه وقبل الكوره الجميله اللي احنا بنلعبها. انما يعني انا مش هقول لك ان احنا في صدمه، انما انا واحد من الناس ما تخيلتش ابدا ان احنا ممكن نتحط في الموقف ده في التوقيت ده بعد الكيرف اللي احنا ماشيين فيه. انما ما تعرفش دايما الخير فين، انا يهمني في الاخر ان الجمهور يوصلوا نفس النبض اللي جوه الفرقه، ويهمنا جدا ان الجمهور يبقى عارف ان اللعيبه مهما كانت يبدو في الامور انها كان فيها استهانه ويبدو انها ممكن تكون فيها استهانه بالامور، انما الموضوع في حقيقته ما كانش كده. وارد ان في الكوره يجي لك يوم تبقى كل عوامل عدم التوفيق ضدك وكل اسباب النجاح ما تبقاش معاك، انما انت دورك فين ورد فعلك فين كلاعب النادي الاهلي. حتى لو اليوم ده ما كانش يومك احنا هنثبت للناس ان اليوم ده فعلا ما كانش يومنا وان دي حادثه مش هتتكرر تاني. وفي النهايه ما عندناش زي ما قلت لك غير الملعب، هو ده ردنا الاول والاخير. كل اللي اقدر اقوله ان انا اكرر كل كلمه قالها كابتن شريف اكرامي بالاسلوب اللي قاله، لان هو ده وجهه نظري. الموضوع اكبر من ماتش واكبر من نتيجه اكبر من تاهل واكبر، الموضوع له علاقه بالهيبه والكبرياء والقوه، واحنا النادي الاهلي، وهو اللي قاله كده ولا وقت كلام ولا وقت لك. لكن طمني كابتن شريف اذا كان اللعيبه عايشه الحاله بتاعت الكابتن شريف اكرامي انا اقدر اطمئن، لان هم فهموا الرساله يعني يعتبروا مسؤوليتهم، لكن بقوه وكبرياء وشموخ يليق بالنادي الاهلي. لان لما انت تسترد كبريائك اخطائك لا تتكرر. والحقيقه ايه رايك في اللي قاله كابتن شريف؟ شوف، هو شريف اكرامي رقم واحد حد اهلاوي قوي، من اللعيبه اللي ممكن يكونوا رضعوا في النادي الاهلي، رضعوا بالمعنى الحرفي، فبالتالي انتمائه غير قابل للنقاش، احساسه بالالم من اللي وجع واضح جدا، واضح انه موجوع زي اي حد اهلاوي موجوع يمس فكره الكبرياء. قالك ما احنا ياما خدنا بطولات وياما خرجنا من بطولات وياما هناخد وياما هنخرج، لكن لما الامر يتعلق بهيبه الاهلي او بكبريائه ما يصحش ده يحصل، ما يصحش. وفكره ان انا الاعتذار، قال الاعتذار كويس بس هي حاجه من حاجات كتيره لازم تحصل، الرد لازم يكون في الملعب، استعاده فرحه الجماهير وثقه الجماهير. انا في ناس ماتت، في ناس بجد ماتت، هو ده التاثير الكبير قوي اللي الناس عايشه فكره الاهلي وحب الاهلي وعلاقتها بكره القدم. الكلام على انه اللعيبه عليها دور، عليها دور، الثقه فيكم، الثقه فيكم كبيره، تقديركم للمسؤوليه، من المؤكد انه اللعيبه الكبيره شريف اكرامي، احمد فتحي، وليد سليمان، الكابتن حسام عاشور كابتن الفريق، كبار الفريق، هم دول اللي دورهم وده وقتهم. وكل لاعب حب النادي الاهلي وفرح انه يجي النادي الاهلي زي حسين الشحات وعوده رمضان صبحي وكل النجوم الكبيره اللي موجوده، وفي خلاف على ان دول احسن لعيبه في افريقيا مش في مصر. اللي حصل في جنوب افريقيا دي اوف، اوكي، احنا عايزين بقى الماتش اللي جاي مباراه المقاصه ثم مباراه السان داونز، ازاي يقدر الجمهور يستعيد او يقدر الفريق يستعيد فرحه وثقه ودعم جمهوره تاني. الحاله اللي كنا عليها واحنا بنفخر بقدره لعيبه الاهلي على التحول في مباراه الاتحاد هي ديت،
عشان كده حتى في تغريدات الناس كلها بعد ما الدنيا هديت شوية، بعد ما الناس امتصت أثار الصدمة النفسية شوية، بدأ الكلام عن وماذا بعد. فكتب إيفونا الجابوني نجم الأهلي السابق، غرد على حسابه الشخصي بيقول لهم: يجب أن تكون على استعداد جيد عقليا لهذه اللعبة، العودة إلى الوطن لا شيء مستحيل دائما. وبيأكد على ثقته في زملائه السابقين لعيب الأهلي. كل النجوم بعد كده كل واحد عبر عن رأيه. قرينا كلام رائع جدا للنجم الكبير محمد أبو تريكة، وقرينا كلام كمان للصخرة وائل جمعة، قال لهم في المواقف الصعبة: الفريق اللي أحرز 5 أهداف في سيمبا قادر على إحراز 5 في صن داونز. روح، عزيمة، صبر، تركيز مع تشجيع الجمهور، قادرين بعون الله على عودة وجه الأهلي مرة تانية. محتاجين رجالة في الملعب، ولو ما حصلش التأهل يبقى الخروج خروج الأبطال. كلام هايل. اخرج بطل، ابذل كل ما في وسعك، لو صعدت يبقى ربنا كاتبها لك، يبقى عملت المعجزة اللي العالم هيتكلم عنها. بس ما تخليكش كلاعب تتحط في جملة سلبية في تاريخ الأهلي. ده دورك ودي فرصتك، ان انت زي ما تقال ان دي على ايديكم اقصى هزيمة تعرض لها الأهلي في افريقيا، تقدر تقوله على ايديكم وعلى اقدامكم وبفكركم الأهلي حقق المعجزة. الفرصة متاحة، البداية مباراة المقصة لاستعادة الثقة الكاملة عشان تدخل مباراة صن داونز ان شاء الله بالمعنويات العالية وبروح النادي الأهلي. المهندس عدلي أشار في البداية إلى جزئية الإعلام، ودي أزمة كبيرة، أزمة كبيرة بجد. يقينا انتخابات الأهلي لسه مستمرة. أيوة، انتخابات الأهلي بكل حساباتها، بكل فواترها، بكل ألعابها، بكل أجواءها تحت السطح لازالت مستمرة، بل لهم رعاه وداعمين ودافعين كتير بالعملات الصعبة كمان. الناس لابدة للأهلي في الدرة، في تربص، محدش يقول إنه التعامل تعامل بريء. إحنا أول ناس قلنا الهزيمة ثقيلة جدا، لكن تعال اتفرج على التعامل أو التعامل الإعلامي مع مباراة الهزيمة التقيلة. ده مش الأهلي، كل ده إحنا متفقين عليه، لكن المجلس اللي عامل كل هذه الصفقات، طب أنا عايز حد بس يقول لي مجلس الإدارة أثر في إيه؟ مارتن لاسارتي كمدير فني لاتيني كان لغاية قريب الناس بتتغنى بيه، وبصفقة التعاقد معاه، وده اللي هيعمل البصمة، وده اللي هيعمل النقلة، وده اللي هيجيب الكرة الجميلة، كل ده كان موجود. كل المسؤولين عن ملف الصفقات استحقوا كل الشكر والامتنان والتقدير، واتقال هو ده الأهلي، والناس كلها فرحت بكل صفقة من الصفقات ذات العيار الثقيل، حتى انه كانوا قاعدوا يحسبوها بالملايين. طيب، دعم الفريق على اعلى ما يكون، الفريق يسافر بطائرة خاصة عشان عناء السفر، مجلس الإدارة يطلع بدوره تجاه الوطن، اعتقد ولا اروع من كده. شفتوا كل المهام اللي حصلت في الفترة اللي فاتت. إذن أداء إداري على المستوى يستحق عليه كل الشكر، والكل دول كانوا بيشكروه. بس خدوا بالك يا باشمهندس، هي الفكرة هفضل مستني لك. الناس بتشكر فيك، مش هحدف عليك طوب، بس هستنى. وانس ما تحصل الهنة تكون القفزة. هو المقارنة بيه يا أستاذ إبراهيم، بطولات يعني كانت موجودة فقدناها، احنا بنصحح اوضاع استاذ ابراهيم لحد النهارده، لم يتم تصحيحها بالكامل. انا بتكلم مجلس الاداره يصحح اوضاع كانت هتاخد الاهلي في حته تانية خالص. الاهلي كان يحكمه من لا يحب النادي الاهلي. انا مش بقول على المهندس محمود طاهر يعني تحديدا، لا طبعا المهندس محمود طاهر راجل اهلاوي بيحب الاهلي، انا بتكلم على المناخ اللي بقى تحت عبايته. لا، ناس كتير ما تحبش الاهلي وواضحين زي الشمس. شوف دلوقتي فين بيديروا، فين
شوف دلوقتي بيديروا اي ملفات هم دول اللي ورا كل حاجه. ايوه هم دول الصوره اللي اتحطت قبل الانتخابات بالشورت والفانيلا وتليح الكلام واللي انت حاجبها في نفس المجله بنفس المسؤولين اللي عملوا العنوان اللي هنتناوله دلوقتي او الغلاف اللي هنتناوله دلوقتي. طيب جزء من التناول الاعلامي الاهرام الرياضي طبعا كمجله ليها كل التقدير والاحترام صدر عن مؤسسة ليها كل الامتنان والإعزاز. هي دي المشكلة. وأي مصري بجد أي مصري يعتز بالذات حتى الصحفيين إن مصر فيها قلعة صحفية بقيمة وعراقة ورصانة الأهرام قولا واحدا. المؤسسة اللي فعلا أي حد يفخر في مصر إنه صنفت في فترة من الفترات من أقوى المؤسسات الصحفية الاقتصادية في الشرق الأوسط. تصدر عنها مطبوعة الأهرام الرياضي بكل القائمين عليهم لهم كل التقدير. لكن خلينا نرجع خطوة لورا. في انتخابات الأهلي الأهرام الرياضي كانت من أكثر الصحف والمجلات في الإعلان عن موقفها المنحاز في الانتخابات. وش اعترضت على تعيين أو ترشيح الكابتن محمود الخطيب وقالت لك النادي الأهلي ما يحكموش لعيبة الكورة وعملت غلاف كلكم فاكرينه. ولم تكتفي بكده حطت غلافها في العدد اللي بعديها كمنشور انتخابي للمهندس محمود طاهر معا في موقف صريح وواضح لا لبس فيه على الإطلاق. طيب ده موقف انتخابي دي يومين انتخابات وعدت بظروفها بحساباتها بأوضاعها. أوكي اللي حصل بقى الأهلي خسر هذه الهزيمة الثقيلة ما بنخففش منها ولا بنقلل منها لكن حجمها الطبيعي ايه؟ الاهلي انهار؟ الاهلي اتدمر؟ هل ده تعامل اعلامي مسؤول؟ في مصيبتين ثلاثه في الموضوع. طلعت الاهرام الرياضي بغلاف يغرق او غريق. لا وحاطين الشعار في يغرق وشعار الاهلي غرق خلاص الاهلي ضاع. ملياش دعوه حتى بحته غريق ان فيها خطا املائي. ابن محمد اللي في ثالثه ابتدائي لو غلط فيها هلومه. ان انا اعمل القاف رقعه واحط عليها نقطتين، ملياش دعوه بيها. لكن غلاف بهذا الشكل يتقال انه الاهلي غرق والخطيب خلاص؟ اربطوا الخطوط الانتخابيه وقولوا له رايكم. عشان تعرفوا ان المساله مستمره. وفقط انتظار للحظة لحظة الوسوب والقفز. الطمة الكبيرة واللي كشف لنا عنها صديقنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ حامد عز الدين بوعي مهني الحقيقة إنه ده كمان غلاف مسروق. مسروق سرقة صريحة من السرقات الصحفية اللي أكيد أبناء المهنة هيتكلموا عنها. دي التايم الأمريكية المجلة الكبيرة واسعة الانتشار هو ضف عليها فيها رسام وجه الخطيب والكابتن خطيب وشعار الاهلي. انا هقول لك التفصيله. فيها رسام تيم اوبريان. تيم اوبريان رسم الغلاف الاولاني الغلاف الاولاني بتاع التايم ده في 27 فبراير 2017 لترامب الرئيس الامريكي والدنيا بايظه حواليه في شويه هوا. واوبريان كرسام قال لك تقريبا مش شايف حاجة. بعدها بسنة طلبوا منه في 23 ابريل ارسم لنا رسمة تانية. فالراجل نفس الرسام في نفس المجلة استوحى نفس الفكرة. فرسمها بس بعد ما العاصفة اشتدت وكتب العاصفة. العاصفة بقت مية وطيرت كل الاوراق اللي طيرها حتى الكرافتة بتاعته وخلاص العاصفة هبت. ده غلاف التايم الأمريكية للمرة الثانية من سنة فاتت في 23 إبريل 2018. حط لي جنبها غلاف الأهرام. بصوا بقى كل اللي حصل إن اتشالت رقبة ترامب واتحطت رقبة الخطيب لدرجة إنه لو حد بص في الصورة نسيوا حتى يشيلوا علم أمريكا من على الجاكيت بتاع الخطيب لانه هو لازال جاكيت ترامب.
وحطوا رأس محمود الخطيب وإنه يغرق وراحوا مغرقين شعار النادي الأهلي. الجريمة المهنية ما لناش علاقة بيها، وإن كنت كحد من أبناء المهنة أربأ بالأهرام. الأهرام أكبر بكتير جدا وأعرق من إن هي تاخد غلاف لمجلة أمريكية تركبه. ما ممكن أنا أستفيد وغريق بالفكرة، لكن أشيل دماغ ده وأحط دماغ ده وأنسبه لنفسي وما أشيرش لده كمان، دي في عداد المهنة سرقة مهنية صريحة. لكن ما يخصنا في موضوع الأهلي، هل ده الأهلي؟ هل ده التعامل مع فريق خسر مباراة فجأة يتم إغراقه وتدميره بهذا الشكل؟ التجرؤ عليه يا أستاذ إبراهيم، إغراقه وتدميره ما يقدروش يغرقوا ولا يدمروا الأهلي، إنما التجرؤ على الأهلي. يعني أنا عايز أعرف، يعني أنا مش قادر أفهم. طب نشتكي لمين؟ أنا عمال أفكر، عشان كده بقول لك عندما يعجز المنطق عن التفسير. ده جزء من مش الكورة بس. يعني أنا لو مستأمن دي هروح لجهتين، لنقاب صحفيين، وفاجأ إن رئيس تحرير المجلة ونائب رئيس تحرير نائب عضو مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة ولسه مبركله. أيوة. وراجل صديق وطبعا له كل انا بتكلم على كل حاجة. الجريمه المهنيه يعني اللي حصلت يعني شبابنا صديقنا فات عليه ازاي الكلام ده، انا مش عارف. طيب الحسنات المستمره تيجي لا انت تيجي تتكلم بقى تاخد حقك اللي هيتصدى لك النقاب. مش انا، مش انت، انا انا واللي زيي اللي ما لهمش حسنات وبيحبوا وبيقولوا ساعات كده كلام بيعبر عن اللي جواهم. طيب نشتكي لمين؟ للأهرام؟ الأهرام هو صاحب الإصدار. وإن كان لا أتصور إن رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس التحريري يقبلوا هذا في الأهرام يعني. وأنتظر منهم أي رد. أي رد. يعني أنا متخيل الموقف ده معكوس مع أي نادي آخر، الدنيا كانت قامت ما عادتش لحد النهارده. كانت قامت. قامت وما عادتش. طبعًا. طبعًا. وكان كل الفضائيات تناولت هذا كوارث أخلاقية بتحصل ولا يجرؤ أحد يتكلم عنها حتى. لا يعني عندما تتوجه إلى نادي بعينه بهذا الأسلوب من حقه إنه يثور. بس ثورة الأهلي دايمًا وقورة. ولذلك لن يسمح بهذا الامر انه يعدي. انا كواحد منتمي للاهلي مش قادر يعني اتصورها. ازاي مؤسسه كبيره زي الاهرام تفقد رصانتها الى هذا الحد؟ الله، انت وتسيء الى نادي بهذه القيمه. انت واخد موقف صريح للدرجه دي كمؤسسه؟ ولا ده هنقول انه خارج سياق ال يعني ما هي واحد يقول لك انت عايز الرقابه على الصحف؟ رقابه ايه دي بقى انك تتجاوز. طيب هي مسؤوليه هذا المجله دي اللي هي مجله عريقه ورشيقه وغاليه حاجه جميله يعني مصروف عليها، انها تكرس للغل وال 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 والاستفزاز في جماهير الكره او لجماهير الكره. يعني هو ده مش من ضمن الحسابات ان ان في كم مليون مستاء النهارده من هذا الموضوع؟ ما عملتوش حسابهم مشاعرهم يا اخي؟ هو انت دورك انك تضايق الناس ولا تسعدها؟ ما تنتقد الفريق زي ما انت عايز. اتكلم في الكوره واتكلم في الهزيمه واتكلم في كل اللي انت عايزه. انما ايه يعني يغرق ايه يعني؟ انت فاهم، انت متصور حجم الدعم اللي انت عملته لمجلس الاداره في النادي الاهلي؟ هو انت متخيل الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي هتتحرك بالاساليب دي؟ الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي تدرك مسؤوليتها، مش مستنيه حد ينبهها. وكلما تزداد شراسه مع النادي الاهلي وكيان ومسؤوليه يزداد اللحمه والالتفاف والتماسك. ونشكركم، انتوا اديتونا المفتاح اللي هيخلي
كل واحد أهلاوي منضم إلى فريقه وإلى مجلسه وإلى ناديه بمنتهى الحب ومنتهى القوة ومنتهى يعني الصدق عشان يقول لكم لا الأهلي في حتة تانية مالكوش دعوة أنتوا بيه. إذا كنتوا شايفينه بيغرق فأنتوا حرين، لكن إحنا عارفين النادي الأهلي ده إيه والعالم كله يعلمه. هذه التصرفات يا أستاذ إبراهيم مقصودة إنك أنت كل ما يحصل حاجة تلبد تلبد. أنت عارف في علم الأحياء حاجة اسمها البيات الشتوي. بعض الحيوانات المفترسة ومنها الثعابين تكون في بيات شتوي طول الشتاء كامنة وتنام. يومين هدول لو انت رجعت الفيسبوك هتلاقي حاجات كتير بتتكلم على صحوة الثعابين وخروجها من البيات الشتوي. هذه هي المباراة التي أخرجت ثعابين الإعلام من البيات الشتوي للانقضاض. انقضاض واللدغ والتسميم. وأي حد عايز يتحين الفرصة وأهلا بكم بقى، يلا لقيتوا مادة خصبة اشتموا وفرغوا بقى وودوها، بس احنا هنتحمل لأن خلاص ما نقدرش نسكت أكتر من كده. ما نقدرش نسكت أكتر من كده، وأنا أعتقد موجة الحر مجرد ما ظهرت مع حدث في جوهانسبرغ طلع بقى المغردين وطلع كل اللي فواتيرهم لسه مستمرة، ده يعمل فيديو، ده يعمل كذا، ده يكتب، ده يعمل، ده ينزل مقالة، ده وهكذا. أنت متخيل يا أستاذ إبراهيم والله تليفوناتنا الخاصة يجيلك تليفونات ومن الأسماء اللي بتسجل واللي بتعمل معروفة معروفة خلاص، الناس بقت بتتكلم عليهم بالاسم وعارفينهم للمضايقة. أنا برد عليهم بقول لهم يا أخي فاكرين ده مضايقني؟ أصل ده لو مضايقني أنتوا بتتضايقوا أكتر مني كتير لأن ردودي فيها، بس أنا مش في دماغي إن أنا أغيظ حد. إحنا أكبر قوي من الكلام الصغير ده. فتخيل ده بيتعمل، أنا متأكد بيتعمل مع اللعيبة مع المسؤولين طبعا. إنما تبقى من قادة الرأي يا أستاذ إبراهيم أنا مش مصدق. على كل في إطار دوره الوطني الكبير والمسؤوليات الرياضية العامة الحقيقة تجاه بلده، استضافة الأهلي للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة للرجال بعد النجاح الكبير في البطولة الأفريقية للأنسات اللي توج الأهلي بلقبها أيضا. النهاردة الأهلي تأهل مباراة النهائية على حساب السويحلي الليبي بعد ما فاز عليه 25-12 21-25 25-16 25-20 يعني 3-1. صعد عشان يواجه يوم الأربع سموحة شقيقه السكندري، تغلب على أهلي طرابلس الليبي. ويذكر للكرة الطائرة الليبية أنه الفرقتين بتوعها لاعبين السيمي فاينال السويحلي وأهلي طرابلس يخرجوا على حساب أو على يد الأهلي وسموحة. الأربع التتويج أو لقاء التتويج علشان تضمن مصر الفوز بالبطولة، ونتمنى إن شاء الله من أبطال الأهلي إسعاد جماهيرهم في هذا النهائي في صالة الأمير عبدالله الفيصل علشان تكون امتداد لانتصارات الأهلي في كل الألعاب. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف إيه اللي حصل وبعد منه نعمل إيه. أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة اللي واهم وفاكر انه هزيمة ممكن تسمح له ينقض او يهد، جمهور الاهلي بيقول له لا. جولة على السوشيال ميديا للصفحات الاهلوية هتدركوا عظمة جمهور الاهلي فين. عظمة جمهور الاهلي في وعيه، ممكن يتضايق يحزن يعيط يتوجع، إنما ياخد لحظة يستوعب فيها اللي حصل وبسرعة تلاقيه انتفض للإيجابية، يسترد قيمه وتواصله، يدرك دوره إيه. طيب اللي حصل حصل، واللي حصل أسبابه الناس المسؤولة هي المطلوب منها تصويب اللي حصل
والناس المسؤولة هي اللي بتتصدى لأسباب هذا الوضع، والناس المسؤولة هي اللي بتتحاسب وبتحاسب نفسها وبتحاسب كل الأطراف المعنية. إذن في ثقة إنه أحلامكم في أيد أمينة، مشاعركم كأهلوية لدى مجلس يدرك كويس قوي إنه بيقود النادي بروح الفانيلا الحمراء. وأعتقد ما يتم على الأرض نحن في غنى عن استعراضه دلوقتي على الأقل، لكن ألاقي بمجرد ما الجمهور استوعب اللي حصل كنتيجة مباراة كورة، هزيمة ثقيلة جدا، أداء لا يليق أبدا، كل ده حقيقة. بس شوفوا وعي الجمهور لما يدرك إنه المركب ما زالت في عرض البحر، وإنه الآخرون هم اللي بيسعوا لخرق هذا المركب، لإغراق السفينة ومن فيها. تشوفوا وعي الجمهور عبر صفحات السوشيال ميديا. دارت الأحزان وبقيت الفكرة، والفكرة في أصل الانتماء لكيان الأهلي العظيم الذي دفع بالكثيرين من جماهيره العاشقة على صفحات السوشيال ميديا إلى تخطي مشاعر الصدمة والحزن بعد الخسارة العارضة للفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي، والتحول سريعا إلى الدعم بوعي يتميز به جمهور الأهلي. البداية من جروب مع الأهلي دائما وأبدا الذي طالب بالهدوء والدعم، شوية هدوء، أم الفين على الحلوة والمرة معاه ومعاك يا أهلي. على قلب رجل واحد تتناغم المشاعر، فتنشر صفحة صدى الأهلي صورة للفانيلا الحمراء تحت عنوان في الشدة أنا برضو في صفه، أنا ليه درع الأمان. تخترق حالات الانفعال داخل الجروبات المزيد من الأصوات الداعمة، فيكتب جروب أهلاوي وأفتخر في الفوز أزداد بك فخراً، وفي الهزيمة أزداد لك عشقاً، من لم يشجع الأهلي وقت الانكسار لا يستحق أن يشجعه وقت الانتصار، معاك يا أهلي. يوافقه جروب أولاد التتش اللي بيشجع الأهلي علشان بيكسب يشجع فريق تاني، معاك يا أهلي. يعلو صوت الأهلوية أزعل منك إزاي وإنت سبب 90% من لحظات الفرحة والفخر اللي عشتهم في حياتي. يتناغم معه جروب افتخر أنت أهلاوي، لن تتمكن مني الأحزان، معاك يا أهلي لنهاية المشوار. الصوت الأكثر تفاؤلا يأتي من جروب مع اللي رفعت الأهلي على الحلوة والمرة معاه، إن شاء الله هنفوز في ماتش العودة. يرد عليه منتدى الأهلاوي الواعي أيوة نقدر. فيأتي دعم أكبر من جروب نادي القيم والمبادئ، خليكوا فاكرين إن الأهلي أحرز في سيمبا 5 أهداف في 35 دقيقة فلما لا. التحفيز ولم الشمل يأتي من جروب عائلة الأهلي، ليست نهاية الكون، على الجماهير الوقوف إلى جانب اللاعبين ودعمهم. فتكتب الفنانة ندى بسيوني على تويتر وكأنها قرأت وتعقب الدعم كل الدعم للاعب الأهلي خلال الفترة القادمة ليست نهاية العالم. أما جروب عين على الأهلي فكتب محفزا الدقيقة 28 كان الأهلي كسبان سيمبا 5-0، الدقيقة 68 كان الأهلي كسبان النجم الساحلي 6-1، الأهلي يقدر. فأتى الرد سريعا من الناقد الرياضي محمد الأوصي، كرة القدم لا تعرف المستحيل، فعلها برشلونة أمام باريس سان جيرمان وفعلها غيره، المستحيل ليس أهلاويا. من زاوية مختلفة يكتب الصحفي الكبير حامد عز الدين باستفاضة عن حالة الإرهاق التي تمكنت من لاعب الفريق وكونها أحد أهم أسباب الخسارة العارضة، ثم يختم عظمة الأهلي لا تقلل منها الخسارة من صن داونز، البرازيل خسرت على ملعبها أمام ألمانيا في كأس العالم بالبرازيل بسباعية نظيفة. على تويتر يظهر ساحر محمد أبو تريكة ليكتب كلمات ذات شجون، أشتاق إلى الأهلي كل يوم لكن اليوم أشد اشتياقا، نحن نحب ونعشق النادي لأنه في مثل هذه المواقف الصعبة يستطيع النهوض منها بكل بساطة وأكثر قوة، الأهلي مدرسة نتعلم منها كل يوم. يظهر أيضا الفنان الأهلاوي نبيل الحلفاوي مخاطبا الجماهير الحمراء
أدعو جمهور الأهلي العظيم إلى التأمل في معنى الكلمة التي تربطه بناديه العظيم المشجع. متى يكون الفريق في أمس الحاجة إلى التشجيع؟ هل في أوقات تألق وانتصار؟ أم في لحظة تراجع وانكسار؟ مطلوب عودة الروح للفريق ولن يعيدها سواكم. أما الكوالين الذي علق على المباراة فكتب: أصعب مباراة في تاريخي، ولكن تعودت دائما أن أقول الحمد لله على كل شيء. نصل في ختام جولتنا إلى رسالة ذات مغزى بعث بها المحلل الكروي خالد بيومي: صن داونز أحرز 5 أهداف في 90 دقيقة. هل من الصعب أن يحرز الأهلي 5 أهداف في 90 دقيقة؟ علمتني الحياة والأيام والتاريخ أنه لا مستحيل في كرة القدم. الأهلي أكثر شيء يحتاج حاليا جماهيره فقط لا غير. المستحيل ليس أهلاويا، ومعاك يا أهلي. طيب، كلام جميل جدا، والجماهير بتظهر وعي هائل وقت الشدة. وفي اللحظة اللي أنا بكلمك فيها وقبليها وانت جاي كنت بتقول لي ان في بعض من الشباب عامل اللي عامل فيديو واللي عامل كلام، ها، لكن صحيح. كله في إطار ان الدعم والثقة، الدعم والثقة مع الواقعية. ومش بيضغطوا بقى، ودي نقطة مهمة يا أستاذ إبراهيم، مش بيضغطوا على الفريق لازم تجيب 6 جوان، انما ابذل جهدك، خلينا يعني نسقف لك. ايوه، خلينا نعرف انك عملت اللي عليك. التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا، ممكن مؤكد لا، ممكن مؤكد لا، طبعا، لكن كل ممكن يمكن ان يكون مؤكدا عندما يحدث، بس عندما تسعى اليه كمان بالزبط. اسعى، وريني انك بتسعى، وريني انك انت لا، الموضوع ده مضايقك اكتر مني. ايوه، وعايز تحط كل واحد في مكانه. ايوه، انا مبسوط من هذا الوعي الهائل الذي الحقيقه بيترجمه كلمه الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم، ترجمه حرفيه. جماهير الاهلي بترجم هذا المعنى ترجمه حرفيه، هي دلوقتي بتلجأ لعظمه الاهلي. مش لقدرته الفنيه بس، عايزين نلجأ لعظمه الاهلي. وعظمه الاهلي جزء منها عظمه جماهيره، او جزء هام منها جماهيره. بس مش معنى كده ان احنا برضو في ناس بتمن بهذا الحب على ناديها. لا، الجمهور محدش يمن على الاهلي بشيء. الجمهور هو الاهلي، من غير جمهور في حاجه اسمها اهلي؟ لا طب. طيب هل الاهلي ما بيسعاش بكامل الطاقه على انه يسعد جماهيره؟ ما حدش اسعد جمهوره قد الاهلي. ايوه، وهي دي المشكله. تعرف ليه الجرايد، طب ما هو ما عملوهاش مع انديه تانية، خسرت بنفس الهزائم واكتر. لانه عارفين ان دي ما بتحصلش في تاريخ الاهلي، ده الاستثناء. لا، وعارفين ان الاهلي لما تقول له الكلام ده هتضايقه جدا، لانه مش ما شافش الكلام ده، ما اتعودش عليه. ودي ازمتنا احنا كاهلاويه، نتائجك وعظمتك وهيبتك وتاريخك بتخليك ما تقبلش هذا الكلام ولا ربع ولا نصه. فانت مضغوط عليك من الناحيه دي، بيك مضغوط عليك، بيك بتاريخك، ايوه، بكيانك، بعظمتك، بشموخك. صحيح. فانا مبسوط قوي قوي من احساس الجماهير بدورها، وباذن الله مع بعض نعمل حاجه حلوه. وانا اعتقد اخر جمله ختم بيها الكابتن خالد بيومي مهمه جدا: الاهلي اكثر ما يحتاجه الان جمهوره، بس مش جمهوره اللي بيضغط وبيستعجل واللي ينقلب واللي ممكن يتحول واللي جاي عايز معرفش يضايق حد، لا، جمهوره الواعي، جمهوره الواثق في لعيبته، جمهوره اللي مدرك دوره، جمهوره اللي عارف ان الرياضه يسيبهم ابذل كل اللي عليا ويبقوا اقوى من التحفيز. بالظبط، ابذل كل اللي عليا بكل طاقتي وبكل اخلاصي وبكل تركيزي، واللي ربنا كاتبه هيكون. المهم ما قصرش، المهم ما حدش يدخر اي جهد
في سبيل الأهلي وجمهوره. لما ده يحصل إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. مؤكد إنه التوفيق لا يصادف إلا كل واحد فعلا بيسعى بإخلاص وبيبذل كل اللي عليه. فقط محدش يأثر في حق الأهلي. نشوف رأي الكابتن عماد النحاس لأنه كمان كان واحد من النجوم الكبار اللي كان ليهم باع طويل في مثل هذه الظروف وهذه الانتصارات. نشوف رأيه إيه. في البدايه نقول ان طبعا اكيد مباراه صعبه ونتيجه صعبه جدا يعني في للنادي الاهلي، حاجه مش متوقعه تماما، ولكن الاجهاد اللي فيه النادي الاهلي ان انت تطلع مباراه كبيره زي مباراه الزمالك وبعدها فوز متاخر في مباراه الاتحاد. انا ما شفتش المباراه اكيد عشان كان عندنا المباراه كان في نفس التوقيت، فلما الواحد سمع النتيجه مش عايز الواحد يتاثر جدا يعني ان انت تقدر ترجع للمباراه. هو كل شيء في الكوره جايز، مفيش حاجه مستحيله في الكوره، زي ما دخل خمس اجوان تقدر تجيب خمس اجوان، وبنشوف دايما فرق الكبيره تقدر ترجع يعني مع ضغط الماتشات والضغط اللي فيه النادي الاهلي والضغط العصب اللي فيه النادي الاهلي، مش عارف هل تقدر ترجع ولا لا، ولكن نتيجه كبيره والنتيجه صعبه على النادي الاهلي، يعني نتيجه صعبه جدا على 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 اسم النادي الاهلي. واتمنى النادي الاهلي يقدر بلاعيبته برجالته الموجودين تقدر ترجع للمباراه وتتعامل مع المباراه هنا بهدوء اكتر، وتبقى عارف ان انت عايز تكسب وما تكونش مستعجل تفكر في خمسه واحنا لسه ما جبناش الجول الاولاني، وتبص لنفسك بتتاخر مره تانية. اي سيناريو انت بتتكلم فيه بيكون سيناريو يعني في خطوره، يعني انت اولا لازم تروح للمباراه وانت متخيل ان 0-0، انت رايح للمكسب بس، تخش في المباراه بهدوء، تيجي جوه المباراه النتيجه، تيجي جوه المباراه الدوافع تبقى من قبل المباراه التحضير واثناء المباراه. السيناريو معروف ان انت عايز تعوض الخمسه، لكن ما ينفعش من اول سنه ان انت نازل تجازف، خاصه الفرقه الثانيه عنده سيناريو سهل جدا ان يقف يدافع ويلعب على الهجمات المرتده، واكيد عنده سرعات يقدر يشتغل عليها. التهديف او الاهداف وتويتات الاجوان كمان ليها عامل مهم جدا. اهم شيء بس الصوره نفسها اللي اتخذت، ان انت برضو يبقى في تفكيرنا ان انت لازم تعوض الصوره اللي حصلت في المباراه، والناس تبقى عارفه، واكيد هي الناس عارفه ان النادي الاهلي ما كانش في يومه، النادي الاهلي النهارده مش كوره مش متوقعه، النادي الاهلي خسر 5-0، النتيجه مش متوقعه تماما في اي سير في اي مباراه. تقدر ترجع، اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يرجع بهدوء بحماس، ورجاله النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يرجع. كلام راجل عاش الموقف وخبره وتجاوزه، وفي نفس الوقت ضاق هذا الشعور، يعني ما احنا خسرنا في ارضنا 3-1 من نجم الساحلي بهذا الجيل العبقري، بظلم تحكيم يبين يعني عرجوني، لكن حصلت. فكابتن عماد لما بيتكلم ده اتطرد يوميها عماد، ما انا عارف عشان كده بقول لك، يعني هو راجل موزون قوي وكلامه حلو، تشعر بتأثره وصدقه وهو يتحدث. لكن وكمان جملة عماد انه بتحصل في الكورة، لان الحقيقة دي اللي الناس كتيرة مش عايزة توقف عندها. كرة القدم فيها كده، فيها يوم مش يومك، ملوش علاقة باللي قبله. في اسباب الهزيمة ما بتسقطش من فوق، في اسباب بتقود اليها او بتؤدي اليها، بس تبقى مثل هذه المباريات الغريبة جملة اعتراضية غير قابلة للتكرار. لو الأهلي راح لعب صن داونز في نفس الملعب ونفس الظروف 20 مرة مش هيخسر 5-0. يا أستاذ إبراهيم ده في ماتشات مش منطقية والله. لأنه بص يا باشمهندس، أنت تبدأ المباراة أنت شكلك أفضل. أما يجي في الجون بعد 5 دقايق يجي الجون الثاني. أما تبدأ الشوط الثاني بتركيز عشان تبدأ تستعيد ضربة جزاء. ضربة جزاء في أول ثواني في الشوط الثاني. وهمية. غير صحيح. جون رابع فيه لمسة يد واضحة، فحتى عدم التوفيق ينسحب على الحكم. فتبص تلاقي التوقيتات نفسها ما انتش محظوظ في فيها. في المقابل انت كان ممكن تخرج 2-1 الشوط الاولاني بكرة السلية. كرة السلية مثلا كان تبقى جون. تبتدي الاخطاء تبتدي 3-0. تخليك تقول لا ما فيش لاعب في حالته. لاعيبة الاهلي عندهم اعلى من كده بكتير قوي قوي قوي. وكرة اجاييه قبل السلية. عشان كده هي جملة اعتراضية غلسة قوي اللي حصل ده. البرازيل بتلعب في ملعبها وقدام جمهورها في كأس العالم،
كبرياءها بيتهزم بيتجرح من الألمان 7. أنا رحت البرازيل بعدها بسنة كانوا لسه متأثرين. لازم يتأثروا طبعا. يعني حسوا إن هم قد كده، الهزيمة كانت موجعة بالنسبة لهم. بس خلاص هو بيدور عايز يلعب ألمانيا تاني عشان يكسبها، عشان يرد اعتباره النفسي. مش بالضرورة زي ما المهندس عادل بيقول إنهم عايزين يكسبوا 8، لا، بيرد اعتباره بفوز على الألمان. هنا الأهلي دي مباراة عودة. يحصل يحصل. تقدر تقدر. اعمل كل اللي عليك وان شاء الله ربنا يكتبها لك. نشوف برضو من ضمن الاراء الايجابيه راي الكابتن محمد ابو العلا نجم نادي الزمالك، ليه الاهلي خسر؟ لا ده كابتن اكثر الناس تشاؤما، لا يمكن اتخيل ان ممكن يكون في نتيجه مثل هذه النتيجه بالشكل تماما. بص يا كابتن، في كره القدم ورده، نعم، يعني عشان نكون صراحه، ورده ان يبقى في يوم داي اوف. النهارده بايرن كسب بروسيا 5، فبتحصل. نعم. هي المشكله انها جت في مباراه صعب التعود فيها، يعني مش مباراه بثلاث نقاط مثلا. نعم. دي المشكله، اكبر مشكله فيها. يعني لو كانت مثلا جت في دوري المجموعات كان الامور ممكن تعدي وبتاع، لكن هي المشكله ان دلوقتي مع فريق كمان تقيل. لان عايز اقول لك حاجه، النهارده انت بتلعب فريق كوره، طبعا انت حتى لو اتغلبت النهارده الداي اوف بتاعك، لكن قدام فريق. فاكر انا قلت لك اتفرجت على جنوب افريقيا مع ليبيا، قلت لك فرقه كوره، قلت لي فرقه جامده جدا. وكنت حاجه حارس المرمى بتاعهم يمكن اوكونيانجو، ده لعيب حارس مرمى كبير، لم يختبر ولحد دلوقتي ما دخلش فيه اهداف لحد دلوقتي. يعني حتى هو بيكسب التصفيات الافريقيه مع اوغندا. فالراجل مدرب لعيب طبعا حارس مرمى كبير، النهارده يمكن ما اختبرش بشكل كبير. الاهلي كان داي اوف بشكل كبير النهارده. حظ الاهلي السيء كمان يا كابتن، انه لعب قدام فريق كوره، فريق مش هيفوت على ملعبه في وسط جماهيره، فريق يعني عارف. هو مثلا لو فريق ما عندوش كوره كانت ممكن امور تعدي، كان ممكن يحصل نوع من انواع التوفيق، فما يبقاش كل حاجه بتيجي عليك بتدخل فيك اهداف. لكن النهارده توقيت الاهداف فرق بشكل كبير جدا مع الاهلي. اصابه سعد سمير، يمكن التشكيل كمان في البدايه برده الراجل عمل روتيشن اوقات كتير جدا جدا وحاول يريح على قد ما يقدر. لكن النهارده كان انا وجهه نظري ان بالغ في الدفاع شويه، ده يمكن مش شخصيه الاهلي اللي بقاله فتره بيلعب بيها دي، يمكن لخبطت بعض الناس جوه الملعب مع توقيت الاهداف. فالموضوع فرط في كمان الهدف الثالث، ضربه الجزاء ده يا كابتن، ده من وجهه نظري ده يمكن هو بدايه الشوط الثاني. خلاص بدايه الشوط الثاني هي دي، انت لازم تجيب جون يدخل فيك الجون، يدخل فيك الثالث. نعم. دي بتحصل، وانا بقول لك هي ورده وبتحصل كره القدم. نعم. كان ممكن عند 2 و3 كان ممكن تتعامل بشكل مختلف. نعم. لان انا شفت فترات كثيره، يمكن من المرات القليله اللي اشوف في نادي الاهلي يعني حاسس ان هو رامي الفوطه في المباراه. ده صحيح. مفيش ضغط بشكل منظم. يعني انا حاسس في حاله من حالات الاجهاد. هو تحس يا كابتن ان الظروف كلها اتجمعت ضد النادي الاهلي، وده بتحصل بصراحه. انا بقول لحضرتك دي بتحصل في كره القدم. نعم. ورده. نعم. يمكن مش عايز اقول لحضرتك استحاله التعويض، لان يمكن برشلونه، انا ليه مش عايز اقول، مش عايز اضرب مثل، او عايز اضرب مثل ببرشلونه ليه؟ لان الزمالك والاهلي فرق في افريقيا تقدر تقارنها ببرشلونه في اوروبا. يعني فرقه الزمالك والاهلي يقدروا يعملوا الريمونتادا، يقدروا يرجعوا مع قدام فريق تقيل وكل حاجه. لكن انا بقول الكلام ده ليه؟ لان حصلت قبل كده. يمكن باريس سان جيرمان لما اتغلب، لما كسب برشلونه، وبرشلونه ما كانش في اي حد يتخيل ان برشلونه يقدر يعوض، لكن الاهلي ممكن يعوض. بس هي عايزه عناصر كتير قوي عشان مباراه الشهر، وعايزه سيناريو محدد عشان تقدر تشتغل في مباراه. عايز تجيب هدفين في اول ثلث ساعه زي ما هم عملوا فيك بالظبط، وعايز تحاول يبقى ليك عندك كثافه هجوميه كتير جدا، يمكن يحسب لك ضربه جزاء. فعايزه سيناريو مختلف جدا عشان تشتغل كوره. ايوه انا قلت لك ممكن ضروري لا، مؤكد لا، مؤكد لا. انا بيحضرني بعض هزام غير منطقيه يا استاذ ابراهيم، ملهاش دعوه بالمنطق، منطق الامور ما بيقولش كده. سان داونز جامدين جدا، وانت رايح لهم وفي ملعبهم ورايح، ومدرب اعتادي خدرك، يعني خدر الاهلي وخدر الزمالك قبل كده، انما يعني واضح احترامه ليك انه بيدرسك، وبقاله الناس بقالها اسبوع موجوده في مصر بتتفرج عليه بالظبط. لا يعني خدوا بالاسباب وربنا وفقهم، جزء من التوفيق التحكيم. يعني احنا بس مش قادرين ننطقها لان الهزيمه كبيره، لكن في جولين لا، في ضرب جزاء ما تلمسي هو نط، واخد بالك، وكره بالجون الرابع او الخامس هاند بول. فانما خلاص يعني عارف الدنيا بقى ايه، اتجمعت عليك اليوم ده. زي ابو العلم كلكم عليا. يعني فاهم ازاي؟ زي ابو العلم اليوم كل الظروف اجتمعت طبعا. في ده هقول لك حاجه، وانا كنت من الماتشين دول، من يعني ما حدش يفهمني غلط، لكن من الماتشات اللي بره المنطق خالص. الزمالك كسبان الكرو،
يطلع 5-2، وكان لسه جايب لعيب جديد اسمه كولوبالي برضه باين ولا حاجه. 4-2 5 الكروم، الكروم او 4 هو 5-1 دي هزيمه الزمالك من حرس الحدود. حرس الحدود ما لسه هقول لك، كان كل كرة من نص 5-0 من نص الملعب يجيبوا جوان. ايوه يجروا ويجيبوا جوان. مش منطقيه يعني، انت لما تحطها بكل عيد الماتشين دول 20 مره مش هيحصلوا كده، لان كان الفارق الفني وقتها كمان كبير قوي. ايوه لكن بتحصل، الدنيا ما تتوقفش عند هذه الهزائم. عارف بتتوقف امتى؟ ولسه قريب جورماي، انت كان حد يتخيل جورماي يجيب 4 تجوان في الزمالك وهو بادي مهزوم؟ ايوه. وبعدين الزمالك بس كان فيه بقى الـ 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 الحسن الحظ ان دوري مجاميع، انك تقدر تعوض. جالك مش مهم وكسبته 4-0. ايوه كسبته 4-0. وزمالك لما كسب الوداد 5 وراح خسر 5 5 زي ما خسرت انت 3 من بترو اتلتيكو هنا في 2001، بس كان في المجموعات. لا انت خدت البطوله. ده انت لا ده انت خسرت 4-2 وكسبته 3-1 في ملعبه. انت كسبته الاول، انت بدات كسبته الاول. لا بس هي كانت مجموعات. لا لا ده انت اقول لك بقى، بما انك بتتكلم على النتائج، احنا كسبنا فريق انجولي مش اول اغسطس، اول اغسطس ده اخر مباراه لمانويل جوزيه. مانويل جوزيه وفلافيو ضيع ضربه الجزاء. سانتوس سانتوس كسبانينه 3-0 هنا وان سايد جيم، ومشي اخر مباراه لمانويل 2009 راح دربهم غلبونا 3-0 وغلبونا بضربه الجزاء. ليه كابتن حلمي طولان مسك المنتخب الاولمبي؟ كان معاه كابتن سيد عبد الحفيظ وطارق السعيد ومحمد فاروق، ده الجيل بتاعه. كسب اثيوبيا هنا 5-0، راح هناك حاطط الراجل رجل على رجل على انه خلاص كسبان في مصر. لو الشوط الاولاني خلص كام هناك؟ 0-0. يوم الشوط الثاني خسران 5-0. وعلى ذكر الخمسه، انا قلت لكم في البدايه ان دي الخماسيه الخمسه للانديه المصريه في تاريخ افريقيا. الخمسه الاخيره كانت من نصيب الاهلي في بريتوريا قدام سان داونز. طب الباقيين ايه؟ مين اللي حاسب عليهم؟ الخماسيه الاولى كانت في شباك الزمالك، وده كان في مباراه العوده لنصف النهائي بطوله افريقيا ابطال الدوري سنه 87. في دور الثمانيه الزمالك خسر قدام اشانتي كوتوكو في كوماسي 5-1. الخماسيه الثانيه كانت للاسماعيلي بيلعب اسك الايفواري في ابيجان، خسر الدراويش يوميها في 95 5-1. الهزيمه الخماسيه الثالثه كانت من نصيب الزمالك، خسر من النجم الساحلي في 2015 في الكونفدراليه 5-1. الخماسيه الرابعه برضو كانت من نصيب الزمالك في مواجهه الوداد البيضاوي المغربي، خسر 5-2 في مباراه العوده للسيمي فاينال في 2016. ما بقول لك الغرابه انه كان كسبان هنا 4-0. فانت الانديه المصريه الخماسيه 5 مرات، الزمالك نصيبه منها 3 والاسماعيلي واحده والاهلي واحده. ده يخلينا نقول الهزائم الكبيره والنتائج الكبيره تحدث غير الطبيعيه تحصل، بس غير مقبول. بس الرك على ازاي تخرج منها وغير مقبول. طبعا غير مقبوله باي شكل من الاشكال. احنا ملهاش مبرر، احنا انديتنا ما تخسرش، ملهاش مبرر. يعني ملهاش مبرر ان انت تلعب بهذا المستوى ابدا، فما بالك بالاهلي يعني. اعمل اللي عليك. بس طبعا يزيد من وطئ الداء، اصل انت ممكن تلعب ماتش كوره حلو، مباراه كوره مفتوحه وتخسر. دي تختلف عن انت ما تلعبش خالص زي اللي حصل وتخسر. هنا تبقى المشكله اكتر في خطا لازم تصلحه. ايه الخطا؟ نشوف راي الكابتن ياسر ريان جناح الاهلي الايسر الطائر اللي كان له ايضا ثورات وجولات في افريقيا. يعني الواد الكره في ملعب اللعيبه نفسها، ولا في مع الاداره ولا مع الجهاز الفني، ده بيبقى اسمه ماتش لعيبه. احنا مرينا بظروف، انا بجيب لك بس الايام عشان تعرف برضو معدن لعيبه النادي الاهلي. احنا كنا بنلعب الرجاء المغربي في الرجاء في كاس السوبر العربي في المغرب، والماتش ده لازم نكسب الرجاء في الرجاء، والحمد لله كسبنا. المدير الفني بيقول التكتيك بتاعه، الناس خلينا المترجم اعتقد كان مستر محسن طنطاوي، قال له
قول له اللي احنا قد الموضوع والمسؤوليه وهنرجع بكاس البطوله العربيه ده مصر السوبر العربي. والحمد لله كان عندنا عزيمه. ليه بقى؟ انا لعبت في الماتش ده 45 دقيقه خلاص عملت اللي عليا وخلاص. انا كنت امين مع نفسه ومع الجهاز، هي دي امانه، انا قادر ولا مش قادر. فلعبت النادي الاهلي الماتش اللي جاي لاحترام الاسماء اللي موجوده واحترام الموجودين كلهم. انت عاوز ايه المباراه؟ انت عملت حاجه ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي اللي احنا نخسر 5 في تاريخنا. انا على ايامنا ما وصلناش للرقم ده حتى واحنا في حالتنا واحنا مش في اسوء حالتنا. لكن انت شايف ان الاهلي يوم السبت الجاي يقدر يجيب 5؟ اه طبعا. يوصل لضربات الجزاء او يجيب 6 ويكسب يا ماشي. استاذ عمرو ان لعبت النادي الاهلي انا حسبتها كده ليه معدل، كل معدل 20 دقيقه لو انت جبت جون اعتقد الامور هتلاقيك جبت النتيجه اللي بقول لك عليها. كل 20 دقيقه جبت احرزت هدف. سان داونز ده برده مش فرقه يعني بسيطه يعني. انا الاحترام ليها احنا برده، انا قلت لك ده انا متاكد ده مش يوم. انا شفت حاله اللعيبه اولا مش حاله لعيبه نادي اهلي، في حاجات بتبقى في الملعب انا شايفها الجون الرابع بالذات بتلعب في خط في ال 18 بطريقه مش طبيعيه. ما فيش دفاع. اه مش احنا اللي هم خدوا. بص هقول لحضرتك على حاجه، هم فرقه لعيبه الكوره كويسه قوي ما عندهمش 6-4 بيخلوا الكوره اللي تتحرك. يعني لو حضرتك اتفرجت على ماتش كويس لا ما فيش جرب. يعني كلها كلام في اتجاه ان هذا امور تحدث وهي غير مقبوله. مش معنى ان احنا عمالين بنقول كده، احنا بنقول كده عشان الناس تفهم ان كره القدم مليئه بالدراما. حظنا سيء ان شربناها اخيرا. باذن الله حظنا كويس ان احنا نخرج منها باحترام. باحترام. بموقف البطل. يعني عوضها بالكامل يعني نخرج باحترام. لكن لازم يتقال هو ده الاهلي، الناس تشوف الاهلي. انا هستعير كلام مستر مانو جوزيه في كاس العالم في الانديه 2005 في المؤتمر الصحفي في المطار بيقول لهم سنعود الموسم القادم لنري العالم الوجه الحقيقي الاهلي الذي لم يروه بعد، فنكسب في 2006 وناخد برونزيه كاس انديه العالم. هو ده اللي انا اقصده بقى. فاكر لما جمع اللعيبه في المطار ما انا بقول لك وقال للعيبه انتوا لازم تبقوا عارفين ان انتوا سبتوا هنا ذكرى وحشه قوي عن اسم النادي لازم ترجعوا السنه الجايه لازم ترجعوا تصلحوها. أي. ده اللي حصل دلوقتي، انتوا فعلا اديتوا انطباع سلبي جدا عنكم قبل ما يكون عن الاهلي. عندكم الفرصه يوم السبت لتصلحها، بس مش يوم السبت، هيبدا يوم الاربعاء. الحلقه متصله، يوم السبت بدايته يوم الاربعاء بالظبط، لا ينفصل. الاهلي والمقاصه يوم الاربعاء، المباراه 8 مساء في استاد بوتروسبورت، هي مؤجله من الاسبوع 28 او هي في الاسبوع 28 للدوري. الاهلي حامل اللقب عنده 55 نقطه من 24 مباراه، المقاصه الخامس ب 40 نقطه من 27 مباراه. الاهلي واجه المقاصه قبل كده 15 مره، فاز في 10 والمقاصة فاز مرتين وتعادلوا 3 مباريات، ودي أهداف آخر مباراة. الأهلي سجل في الفريق الفيومي 28 هدف والمقاصة سجل 13 هدف. الأهلي حافظ على شباكة نظافه قدام المقاصة 6 مرات والمقاصة خرج بشباك نظيفة قدام الأهلي مرة واحدة. أول وآخر مباراة للأهلي والمقاصة في الدوري، أول مباراة كانت في 22 يناير 2011، ده ميعاد تاريخي لانه ده بالظبط قبل ثوره يناير بثلاث ايام. اخر مباراه للاهلي والمقاصه في ظل النظام الرئاسي السابق كانت الاهلي والمقاصه 22 يناير 2011، اتعادلوا 1-1، سجل ابو تريكه للاهلي وسامح العيدروس للمقاصه. طب اخر مباراه برضو ينايريه 24 يناير لكن 2019 السنه دي، الاهلي فاز 3-0، حسين الشحات وجونيور اجاييه ورمضان صبحي زي ما حضراتكم شايفين. هداف الاهلي في مرمى المقاصه عبد الله السعيد سجل 4 اهداف، واحمد عبد الظاهر والاثنين مش في الاهلي، جونيور اجاييه ورمضان صبحي موجودين وان شاء الله يكونوا في التشكيل، كل منهما 3 اهداف، لكن هداف المقاصه في الاهلي جون انتوي
3 أهداف وفؤاد سلامة هدفين. مباراة الأسبوع 28 اللي اتلعبت الإنتاج الحربي فاز على طلائع الجيش 2-1، الجونة تعادل مع النجوم 1-1، دجلة تعادل مع المقاولين 0-0، بيراميدز فاز على الإسماعيلي 3-1، بتروجيت فاز على الاتحاد السكندري 1-0، الداخلية تعادل مع إنبي 1-1، وسموحة فاز على حرس الحدود 2-1. نرجع بقى لماتش المقاصة والأهلي ثاني. اتفضل. وهو ده الإشكالية اللي محدش راضي هيغيب جوفة. هيغيب علي معلول بالمناسبة وجيرالدو للإنذارين. أوه. قدام المقاصة. المهم. المقاصة أنت بترجع من إرهاق بدني ونفسي باستمرار تقابل فرق مرتاحة. أيوة. مرتاحة. جدول يفتقد إلى العدالة. مش ذنب المقاصة ومش ذنبك، اللي هم حولوه لذنب ليك ده. لا ده انت بتحاسب عليها كأنها ميزة. يعني كل الإجهاد اللي فيه النادي الأهلي ده، هيقول لك الزمالك اتأجل له والزمالك بتاع، مؤخرا بدأ يعيش هذه الظروف. لكن انت عايش الظروف دي من اول السنة. ما عندكش من البطولة الماضية، ما عندكش هدنة، خدش هدنة. ايوه. فربنا يعني بإذن الله يوفق الأهلي. مباراة أنا قلت لك عنق الزجاجة، لأن المقصة بدأ يستعيد كثيرا من مستواه وبريقه. كابتن برضو طلعت يوسف من الناس اللي الفرق بتستوي معاه على نار هادية. يعني يمكن البدايات ما كانتش بالرونق اللي فيه النهاردة المقصة، ولكن في نفس الوقت المقاصة فرقة كورة، وانت فرقة كورة بتعرف تلعب مع كورة. فربنا يوفق بإذن الله، ويكون يعني الماتش ده هو الانطلاقة وعنق الزجاجة للي بعده. للي بعده؟ طبعا. يعني ده بداية ماتش صن داونز مؤكد. واللي بعده كدوري عام حتى. طبعا طبعا، لأن انت طول ما انت ماشي وبتحقق الضغط على القمة. عايز افكرك الماتش ده تقريبا من الماتشات اللي كان فيها فاعلية في الوقت، كلها حلوة. في الوقت اللي الاهلي ما كانش عنده راس حربة صريح. لا لا. كان جونيور اجاييه راس حربة، رمضان صبحي في الشمال، وحسين الشحات في اليمين، من اول الماتشات وتحتيهم ناصر ماهر. من اول الماتشات اللي لعبوها بعد يناير. ده التشكيل فعال في القوى الهجومية. رمضان ابدع وجاب كون بكعبه، يعني كان في حاجات حلوة في الماتش ده. الاجوان حلوه كلها. ايوه. الحقيقه اجوان النادي الاهلي كلها حلوه السنه دي. ملعوبه، فيها كره جماعيه. صحيح. عشان كده انا مندهش. يعني يعني انا احب ان انا لما العب بره اتناقل الكره ويبقى في سيطره. يبقى السيطره والقدره على تناقل الكره دي بتخلي يعني ثلاث ارباع المشوار يبقى سهل. جدول الدوري قبل مباراة الأربع أو بعد انتهاء مباريات هذا الأسبوع. الزمالك لعب هو والأهلي قد بعض، كل واحد لعب 24 مباراة. الزمالك بيتصدر بفارق نقطتين، عنده 57 نقطة والأهلي 55. بيراميدز لعب 26، يعني لعب زيادة عن الفرقتين بمباراتين، عنده 54 نقطة. المصري عنده 42 نقطة من 26 مباراة. المقصة اللي هيواجه الاهلي يوم الاربع في بتروسبورت من 27 مباراه عنده 40 نقطه وبيحتل المركز الخامس. بعد كده هتلاقوا المقاولين عنده 37 نقطه، والاسماعيلي 35 متساوي مع الانتاج الحربي، والاتحاد السكندري 32، وطلائع الجيش 31 متساوي فيها مع وادي دجله ومع الجونه. وتبدا مرحله الازمه الخمس انديه اللي تحت، اخرهم من تحت النجوم عنده 25 نقطه، فوق منه الداخلية 26 نقطة، إنبي 27 نقطة، بتروجيت 28 هو وسموحة، حرس الحدود 29، والجونة زي ما قلت لكم هو ودجلة والجيش 31 نقطة. ده اللي بيخلي جدول عامل زي الأكورديون، مضغوط ضغطة. إنبي والداخلية والنجوم ثلاثي المؤخرة 27 26 25، بس مكسب واحد
يخلي الفريق يغير الليله دي كلها لاي فرقه. يعني الداخليه 26 نقطه يكسب مباراه هيروح ناطر على طول فوق مع حرس الحدود في المركز ال 13 وهكذا لبقيه الفرق. لاخر اسبوع بالذات ما يعني القاء ال 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 الهبوط لن تحسم الا اخر اسبوع. لن تحسم الا اخر الاسبوع، لكن يوم السبت يبدا يوم الاربع ودور جماهير الاهلي دور كبير. قوم يا اهلي شوف ولادك والبنود، قوم قوم وارفع راسك، ارفع راسك انت اهلاوي. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير ان نلتقي في 11 مساء الخميس القادم ان شاء الله. قوم يا اهلي وخير ما كتب وابدع فكري اوزه.